بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. على أعتاب عام جديد مفعم بالأمل والطموحات الكبرى للنادي الأهلي ولكم ولنا جميعا بإذن الله. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الأخير، الخميس الأخير من 2018. كل سنة وحضراتكم طيبين، ومع قرب نهاية العام الميلادي هلت بشاير يناير. ها خير؟ خير بإذن الله. ها ما احنا بنقول مفعم بالأمل، عايز ايه تاني؟ والعمل. ما هو ما فيش أمل من غير عمل. طيب وايه العمل بقى؟ والعمل الحمد لله كل يبذل طاقته، ربنا سهل التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. انت عايز تسألني على موضوع رمضان؟ رمضان صبح. لا بإذن الله احنا رمضان كنا شغالين فيه من مدة الحقيقة، ونادر شوقي ساعدنا فيه كويس، وكيل اللعب. طبعا وكيل اللعب، لكن الدور الأكبر لعبه رمضان نفسه. رمضان نفسه كان عنده إصرار واضح جدا انه يرجع النادي الاهلي في الفتره دي. ولو على سبيل الاعاره. طبعا النادي رفض تماما فكره الانتقال النهائي. نادي الانجليزي. ولما قلنا له طب خليها يعني سنه ونص وبعدين قال لا، طب خليها ست اشهر، وعلى ضوء موقف هيبقى على ضوء موقف النادي، موقف في حاجات كتير ممكن نتكلم في السنه اللي جايه. اهم حاجه دلوقتي، طيب لماذا تقبل ان يجي لك لاعب ست اشهر لما كل لاعب بحجم رمضان صبحي وعارف الفرقه وانت عارف امكانياته وعارف انت اللي في الست اشهر دول ايه التحديات اللي عندك؟ مجموعه من البطولات المهمه. صحيح، بالذات السنه دي عندك السوبر المصري، عندك الدوري المصري وكاس مصر والسوبر المصري. لا الدوري المصري يمكن يكون يعني مخلصي، ما انتش عارف الدوري المصري هيكون خلص. هيكون ليه؟ انت بتتكلم على انه نهايه الموسم. لا انما مجموعه من التحديات موجوده، اهمها بطوله افريقيا، وهو ده الحقيقه الامل والتارجت اللي الكل بيشتغل عليه علشان باذن الله يعني قربنا كتير وعايزين نخلص بقى الموضوع ده. طب النادي الانجليزي بعت موافقته؟ لا بعت النهارده، مش موافقته، العقد. بعت مشروع العقد. مشروع العقد. وطلب حاجات في العقد اتحققت النهارده. النهارده كان يوم بتختصر شغل اسبوع في يوم. الحقيقه لازم نشكر، اولا ابتدى بتعليمات وتفرغ من الكابتن الساعات الاولى، وبعدين قال الاستاذ خالد الدرندلي انت متفرغ، لان كان في تحويلات بنكيه وخطابات ضمان ومش عارف ايه، وامير توفيق متفرغ في حاجه تانية، وناس تترجم وناس وحقوقيين الاستاذ حلمي واحد المكاتب بتشوف العقد، وهي كانت فرصه برضه نشوف يعني ايه العقد الانجليزي ده، هل في حاجات مختلفه ولا لا. هيبان، عايز دراسه يعني. فبدات العمليه تنتهي النهارده. لا انا بتكلم على ان يعني هما بعتوه واحنا نفذنا الكلام اللي موجود في العقد. اتحركنا فيه بجديه. هم كانوا زانقين لك في ايه بقى؟ قبل يوم واحد لازم يجي لك خطاب الضمان البنكي. طب النهارده الخميس وجمعه وسبت موجودين، هيتبقى عندك يوم الاحد. فكان لازم كل حاجه تخلص النهارده، ما تستناش يوم الاحد. وبعد كده ندخل في اجازات بقى. هتخش بقى في اجازات عندهم وعندنا يعني. فبالتالي كان حتما كله يخلص. الحقيقه كان في سباق مع الزمن، لان احنا يعني لم تنفرج الازمه الا امس. امس كان الخلاف ايه، مادي ولا المده؟ لا ما هو المده والخلاف مادي طبعا. هم كانوا عايزين مبالغ اكبر من كده بكتير يعني. فاصرار رمضان ساعدنا انه يعني يبقى في اطار شويه. احنا كنا يعني متوقعين ان توصل 750، 800 مش مشكله. انا بلاحظ في ردود الافعال الناس اللي كانت بتقول فكوا الكيس، ترجع الناس تاني تقول لك ده كده كتير قوي. انا نفسي الناس تشيل من دماغها الكيس خالص، مش شغلتها. يعني مره كابتن صالح حتى كان يعني كنا هنجيب لعيب اجنبي، وبعد ما اتفقت معاه وبتاع يعني باظت، لان مسؤول كروي وقتها قال ده كتير. فالكابتن صالح قال له تعالى بس، هو انت عايزه؟ قال لي لعيب كويس قوي. قال له طب وانت مالك كتير؟ ولادي بتاعتنا احنا.
المهم انت عايزه، عايزه المهم عايزه. هو مفيد للفريق. كنت تقول كده كنا خلصناه لك بالزبط. او احنا بقى اللي نقول لك ده كتير، معلش شوف غيره، ما يحصلش العكس. انا فاكر يعني كان ليك مقوله ساعتها، اللاعب اللي مش هيفيد ال1000 جنيه كتير عليه، كتير الغالي والرخيص هيديني ايه بالزبط. لو دفعت 1000 جنيه في لعيب ما ادكش حاجه يبقى غالي انت خسرت قوي. طب دفعت من ملايين ادالك بطولات ورجعت بعته وجبت فلوسه ويمكن تكسب فيه، ده لعيب رخيص. والبطولات ترتب عليها حاجات تانية كتير. فلافيو مثلا، فلافيو جبناه 200,000 دولار للنادي بتاعه، كان باقي له 6 اشهر فجبناه ب 200,000 دولار. وبعدين هو بياخد 70,000 دولار في السنه، في اربع سنين 280,000 دولار. جاب لك كام بطوله؟ ساعد معاك في كام بطوله؟ ها؟ وبعته بكام؟ 3 الا ربع يورو. يورو هي الكوره فيها كده. هو ده بقى اللي يعني غالي ورخيص ساعتها مرتبطه بالانجاز المادي والفني والمردود بتاع اللاعب. اذا رمضان صبحي في قائمه الاهلي المحليه والافريقيه ان شاء الله باذن الله يطلع لعيب رخيص جدا ان شاء الله من خلال مردوده ان شاء الله من خلال مردوده، لكن مش رخيص لا، ده هو ده 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 غالي قوي في قيمته صحيح، لكن إن لما الناس يعني خلاص بقى لازم تتعود على المناخ ده يا استاذ ابراهيم. لو ضايقك مش هتشتغل. لو انت هتقعد بقى كل كلمه تقف قدامها والناس بتقول ايه، مش هتشتغل، هيحبطوك. لان محدش هيقول لك برافو، او مش محدش، ناس كتير هتقول برافو وناس تانية في مقابلها هتبقى زعلانه. هو كده البشر لم يجمعوا على شيء، فخلاص تديهم هذا الحق وما تزعلش منهم، بس تشوف شغلك. المهم انت تبقى راضي عن ادائك وعن ضميرك مرتاح يعني. واضح جدا فلسفه الجهاز تدعيم الخط الامامي بتقل شديد يعني الاهلي. هو وجهه النظر ممكن يبقى باين ان في مشكله ورا، بس المشكله اللي ورا دي باينه لان الضغط اللي بيروح لها كتير مش متفلتر يعني. خط الوسط والخط الامامي كان ما بيوصلوا اي حد بصعوبه شديده جدا للمنطقه الخلفيه للنادي الاهلي. هي فكر، هل انت تتحمل يخش فيه جون بس تجيب ثلاثه واربعه زي ما كان بيحصل، ولا تضيع اربع خمس فرص بحيث لما يجي لك يخش فيه جون تبقى انت في مأزق. الجهاز الفني وباذن الله هم شغالين على كل الحلول، يعني مش معنى كده ان هم مهملين لا الدفاع لا ولا لا، بس هم شايفين عندهم حلول ومرونات كتيره جدا في خطوط الفرقه دلوقتي، انها تقدر تتحمل يعني اي غياب اي عنصر. يعني النهارده هاني بيلعب ايه؟ ما بين الطرف وما بين السردباك. ايمن بيلعب ايه؟ الطرف والسردباك. كابتن احمد فتحي بيلعب ايه؟ الاثنين. كريم ندفد بيلعب ايه؟ الثلاثه بس. فانت عندك حلول داخليه هتحاول تدعم باذن الله، لكن ما انتش في حاله يعني. احنا نتمنى بس كل الصفقات اللي جت تبقى على قدر طموحات الجماهير وقدر توقعاتنا احنا كمسؤولين وقدر احتياجات الجهاز الفني. هو يبدو ان ده الخميس السعيد في نهايه السنه، لانه النهارده كمان بدا اليوم بحكم من محكمه جناح مستأنف قصر النيل بتاكيد براءه الكابتن محمود الخطيب والاستاذ العمري فاروق رئيس ونائب رئيس النادي الاهلي والنادي الاهلي ايضا من القضيه اللي كانت مرفوعه عليهم بشان اتهامهم باموال التدعيمات الخارجيه من التبرعات. هي من الاول تركي هي الشيخ. القضيه من الاول واضح انها يعني حتى المحامي اللي قدمها هو في قرارة نفسه مقتنع ان هو مش هيوصل لشيء، بس هي كانت تعمل الراو وتعمل الاشكاليه للمجلس، اشكاليه ادبيه مش اكتر منها قانونيه يعني. انت الصوت مأثر عليك؟ مش عارف اعمل وانا على الهوا. يا شوارع مستأذن الناس اللي بتتكلم من فضلكم، يعني التصرف غير مسموح. طب نعمل ايه؟ اذا هو يعني قضيه اكدت نفس اللي قالته لجنه التفتيش اللي كانت من قبل وزاره الشباب والرياضه، اللي اكدت انه ما تم تقديمه من تبرعات للنادي الاهلي اموال راحت في المسار اللي خصص ليها، وتاكدت اللجنه وقتها من سلامه الموقف الكامل للنادي. هو فاذا بالمحكمه النهارده تاكد نفس النتيجه، سلامه الذمه وسلامه التصرفات امر كان مؤكد، انما هي كان بعض
يعني ايه اجراءات، يعني ما كانتش الفلوس تخش قبل ما تاخد الاذن، لكن هي دخلت وثبت الاذن وثبت ان الجهه الاداريه وافقت. يعني المحكمه اتاكدت من سلامه الاجراء الكامل في محضر المجلس، والمجلس اعتمد يعني هي دي بالظبط عامله زي ملاحظات الجهه الاداريه الجهات الرقابيه، بيبقى في جزء كبير منها كان المفروض اجرائيا تعمل 1 2 3، لكن مفيش حاجه مفيش مخالفات يعني. المحكمه اكدت ان الموقف على الصعيد الاداري والمالي سليم 100%، لكن هي وانا اعتقد انه كده خلاص يعني حتى ملف الاشاعات المفترض يتوقف بقى. لا هو كان ما 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 مقصود انك تفتحه عشان تعمل بقول لك ارباك في المشهد، لكن في الحكم نفسه اهميته ايه؟ اهميته مش ان انت تبقى تثبت براءتك، اهميته ان الناس تعرف بقى لماذا كان هذا الاجراء. صحيح. يعني انت يعني بتعمل حاجه وانت عارف نهايتها مش هتوصلك لشيء. لم يكن مجلس الاداره في معرض الاتهام، وبالتالي ان المحكمه تاكد على هذه البراءه، فاعتقد هنا يزل الستاره على هذا الملف الجدلي اللي كان مثير للشائعات المغرضه في مجملها يعني. لكن النهارده كمان كان في اجتماع لمجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، جدد للساده مديري النادي في الاختصاصات المختلفه، تم التجديد للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، والعميد حسن مسعود مدير الفرع مدينه نصر، والاستاذ خالد مرسي مدير مقر الجزيره، واللواء محمود الفشاوي مدير فرع الشيخ زايد، وكافه الادارات المختلفه. كمان الاهلي وجه الشكر لوزاره الخارجيه وللسفير المصري في اثيوبيا، السفير المصري في اثيوبيا اسامه عبد الخالق. المجلس وجه الشكر لوزاره الخارجيه لما تبذلها الدبلوماسيه المصريه من مساندات للنادي الاهلي في مع كل بعثاته الرياضيه الخارجيه، وللسفير اسامه عبد الخالق يا باشمهندس سفير مصر في اديس ابابا على رعايته الكامله لبعثه الاهلي في اثيوبيا. الحقيقه بعثاتنا الدبلوماسيه في الخارج بسفاراتنا لا تقصر اطلاقا، ما شفتش مشهد تقصير عبر عمري الطويل ولا في خلال الفترات الاخيره تحديدا. بيبقوا فعلا من احد العوامل المساعده جدا في تسهيل كل ما هو خاص بالفرع الرياضيه خصوصا مع النادي الاهلي. بكره ان شاء الله التمرين الاخير لفريق الاهلي تمرين مسائي، في خلاله الكابتن محمد يوسف في المره الاخيره اللي بيقود فيها الفريق او المباراه الاخيره اللي بيقود فيها الفريق كمدير فني، لانه مارتن لاسارت المدير الفني الاوروجواياني جاي بكره، وبالتالي هيبقى في وقت متاخر على ان هو يقود الفريق في مباراه الداخليه يوم السبت، ومن ثم محمد يوسف هو المدير الفني في هذه المباراه. بكره محمد يوسف هيقود المران الاخير مساء، بعد منه يعلن قائمه الفريق لدخول المعسكر الخاص بمباراه السبت. من خلال التمرين اللي اداه الفريق النهارده اللي حضراتكم شايفين جانب منه، تم خضع كريم ندفد وايمن اشرف للتدريبات التاهيليه على هامش المران. الجهاز الفني اعلن جاهزيه الحاوي وليد سليمان واسلام محارب وهشام محمد للقاء الداخليه، عن الثلاثه هيكونوا جاهزين ان شاء الله. تم الاعلان عن دخول محمد نجيب التدريب الجماعي مع الفريق اول يناير، يعني كمان 3 ايام ونجيب يدخل التدريبات بعد فتره طويله غاب فيها بعد ما اجريت له جراحه في الرباط الداخلي للركبه كان اصيب بيها في مباراه الحريه الغيني. كمان سعد سمير بيستعد وهو اخر للدخول في المران الجماعي بعد 3 اسابيع. بقول لكم دي بشاير يناير، يعني مش بس صفقات كلها اخبار طيبه ولا تدعيمات، لا حتى الحمد لله المصابين اللي ابتعدوا الفتره هيبداوا يرجعوا تباعا، منهم صلاح محسن المهاجم المنطلق بقوه الحقيقه، محتاج لفتره تاهيل اسبوعين فقط من الان، بعديهم يخش ان شاء الله التدريبات الجماعيه عشان يدعم قوه الفريق في المرحله اللي جايه. نتمنى جاي كمان بسرعه يستعيد عافيته لانه احد الركائز المهمه جدا. صحيح. اجاي واحمد فتحي وعلي معلول ومحمد الشناوي ورامي ربيعه ادوا المران بشكل طبيعي، دول العائدين من الاصابه وبقوا في المتناول بالنسبه للمدير الفني. طبعا جونيور اجاي يحتاج للقيد او لاعاده قيده في القائمه، هو ورامي ربيعه وصالح جمعه. صالح كمان انا شايف ان هو يعني واخد الامر بجديه باذن الله. اضافه قويه. يا سلام. اول يناير هي دي البشاير.
مع أول يوم في يناير يحق للأهلي قيد من يراه، الأهلي وكل الأندية، لأنه باب القيد على مستوى العالم كله بيفتح من الساعات الأولى في السيستم الدولي يعني في أول يناير. يعني أنتوا كل أيام وصفقاتك الجديدة هتخش مع الفريق على طول. بالظبط. مع وصول مارتن لاسارت إن شاء الله بكرة هيعمل أكتر من اجتماع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومع الكابتن محمد يوسف للتشاور على طريقة العمل خلال الفترة اللي جاية، بالذات فيما يتعلق بالإضافات للقائمة. انتوا عارفين انه اتحاد الكرة كان بعت للأندية في 4/7، وانا مصمم على 4/7 لانه باستمرار هتسمعوا كلمة اتحاد الكرة لما الأهلي تأزم اداله فرصة يسجل 5. لا، هو الخمسة المضافين لقائمة كل نادي مرسل بيهم خطاب للأندية في 4/7 الماضي، فكل نادي هيضيف 5 لعيبة على قائمة ال 25 ويستبدل من يشاء، يعني أي حد يحق لي يضيفه بس يشيل واحد مكانه بعد الخمسة. طبعا صفقات الأهلي الجديدة باشمهندس محمد محمود هيتسجل تحت السن، فبالتالي مش هياخد مكان من الخمسة، مش هياخد مكان من الخمسة. محمود وحيد يتسجل فوق، جيرالدو يتسجل فوق، انا ما اعرفش رمضان كمان اعتقد هيتسجل 97 تحت. رمضان تحت. رمضان مواليد 97 مع مجموعه 97 هاي. كلها نصر ماهر فانت هم فانت لحد دلوقتي هم اثنين اللي هتسجلوا فوق، اثنين من القادمين من بره، لكنه الموجودين يعني صالح جمعه وجونيور اجاييه ورامي ربيعه وعمرو جمال وعمرو بركات. وعمرو بركات ماشيين كويس قوي الاثنين. دي المجموعه اللي المفروض يعني الجهاز يعني عمرو جمال وعمرو بركات ماشيين كويس قوي، دول اثنين، وفي ثلاثة كمان صالح جمعه وجونيور اجاييه ورامي ربيعه. دول الخمسه المتعاقدين مع النادي وعودهم مستمر. ايوه. وثلاثة من اللي قدموا من بره، ورمضان صبحي ومحمد محمود تحت السن. ايوه. ده تدعيم موجه وواضح انه مدروس كويس. والله كل اللي طلبوا الجهاز الفني بفلسفه التغيير يعني يمكن كان في وجهات نظر مباشرة أكتر، تدعيم في المركز ده بشكل مباشر وتدعيم في المركز ده بشكل مباشر، لكن في الآخر الجهاز الفني كانت رؤيته ليها الكلمة الفصل يعني. طبعا القيد الأفريقي أنت هتضيف 7 لعيبة. أيوه. عندك 23 لاعب هتضيف 7، فكل دول هتختار منهم 7. أيوه. مفيش فوق السن ولا تحت السن، أنت تختار 7. لا دي صعوبة القائمة الأفريقية أكتر من المحلية. قيد جيرالدو يستتبع خروج لاعب من القائمة المحلية من الأجانب. هو مستقر خلاص أنه هيبقى مكان كولوبالي بإذن الله. مكان سليف كولوبالي. طيب. الأهلي ما عندوش وجه للاستعجال في القيد الأفريقي، لأنه أقرب مباراة للقيد الأفريقي، أقرب مباراة أفريقية للأهلي الجولة الأولى في دوري المجموعات هتبقى 12 و19 يناير، دول المباراتين في الجولة الأولى والجولة الثانية، فبالتالي عنده فرصة لغاية 11 يناير يستقر على الإضافات الأفريقية. مين على وجه التحديد؟ لا أنا أتصور إنه هيضيفها قبل كده. قبل حتى كده. ما من حقهم يعرفوا اللي هيخشوا عشان يجهزوا. يجهزوا معنويا. أيوة. مع الفريق، ما تقدرش تقول له انا هيدك النهارده انت معايا بكره. هيتسجل محلي فهيفضل موجود. ما هو موجود شيء، لكن هو مش عارف انه معتمد عليه افريقيا ولا لا. يعني فلازم تأهله بدري. هو واضح ان هو يعني هيكون لساراتي له الدور الحاسم في الموضوع يعني. من المنتظر ان يبدا الجهاز الفني بجيرالدو واجاييه ومحمود وحيد، ده حسب المراكز اللي ممكن يكون شايف سرعة القيد الأفريقي فيها، وبالتالي يبص لبقية العناصر حسب المراكز اللي هيستقر عليها المدير الفني. ده بالنسبة للقيد المحلي وفقا لأقرب المباريات. بدأت العناصر الجديدة تظهر في النادي. محمد محمود ودع دجلة امبارح بهدف وزمايله حيوه، عمل ماتش كويس وحط قبليه كرة بالظبط زي الجون اللي جابه، بس الناحيه الثانيه على شمال الجون وخبطت في العارضه لا هو واضح ان عنده قدرات يعني مميزه وشخصيه مميزه. شخصيه. انا شايفك متفائل بيه جدا. متفائل بشخصيته لانه كلامه موزون وكلامه ما فيهوش ادعاء. ما فيش يعني حلم العمر بتاع، لا راجل يعني جد. ودع زمايله، عيط العشره يعني ده هو خارج على نقله هو بيعتبرها نقله حياته.
ورغم هذا يعني النوعية الإنسانية الشفافة اللي هي جواها براها أنا بحب النوعية دي صادق جدا. وبعدين تحت السن يعني أنت برضو بتتكلم على حد لسه عنده نضج. نضج بلا افتعال يعني بيتكلمك كده بالفطرة يعني. هيبدأ محمد محمود يتمرن إن شاء الله مع الأهلي ابتداء من السبت يعني بعد يوم السبت على طول مع المجموعه اللي مش مشاركه في المباراه الداخليه. اعتقد ان محمود وحيد كمان كان انتظم قبل محمود وحيد كان دخل يعني زار النادي وتواجد مع زمايله اعتقد في لقطات هتلاقوها منها وتواجد مع اللعيبه حتى وان كان بزي غير رياضي لكنه بدا يحط رجله مع الفريق وزار الفريق وهينتظم هو ومحمد محمود في تدريبات السبت. في بقى لجنه المسابقات عملت كذا تعديل على المباريات. بكره الجمعه الزمالك هيلعب مع بتروجيت في ملعب بتروسبورت، دي مباراه من الاسبوع ال 18. يوم السبت الداخليه والاهلي على ملعب بتروسبورت، دي مباراه من الاسبوع السادس. يوم الاحد في مباراه سموحه والمصري على ملعب برج العرب، دي من الاسبوع التاسع. ولعل الناس اللي بتتكلم على ليه مؤجلات الاهلي مش ماشيه بالترتيب، بص لمؤجلات المصري كمان والنبي، لانه المصري هيلعب مع سموحه مباراه من الاسبوع التاسع. يوم الاربع 2 يناير المقاولين والاسماعيلي في الجبل الاخضر، دي ايضا من الاسبوع التاسع. يوم 3 يناير المصري والجونه في الاسماعيليه، دي من الاسبوع ال 18. 4 يناير الاهلي وبيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، دي من الاسبوع الثامن، ودي هتكون المباراه الاولى لمارتن لاسارت المدير الفني الاوروجواياني الجديد للاهلي، المره الاولى اللي هيقود فيها الاهلي باذن الله 4 يناير امام بيراميدز. وهيكون الفرقتين، لانه حتى الناس لما بتتكلم الاهلي هيلعب بتدعيماته الجديده، وبيراميدز وكل الانديه من 1 يناير هتلعب بتدعيماتها الجديده بالظبط. فشيلوا الاهلي من دماغكم شويه، كل حاجه الاهلي اللي هيلعب. انا مبسوط انهم مشغولين بالاهلي والله، يعني مبسوط جدا ومطمن على الاهلي من خلال هذا القلق لكل ما يخص الاهلي. حتى لو انت يعني سبحان الله، كان في يعني تشنيعه ان حد من الحكام العرب الاساطير القدامى يعني اتنين اتخانقوا يكرهوا بعض قوي، فعايز يعني يقول له يعني خليهم يتمنوا حاجه كويسه لبعض. قال له يا اخي طيب بس اللي يتمنى حاجه كويسه حد التاني زي ضعفها، يعني لازم تحبوا بعض كده. فقال له اخرق لي عين، اخرق لي عين عشان التاني يتعمي. بيتعاملوا مع الاهلي بمنطق اخرق لي عين. مصر جاهزه لاستقبال لجان التفتيش. انتوا عارفين ان مصر قدمت لطلب استضافه كاس الامم الافريقيه 2019، البطوله هتكون في يونيو اللي جاي ان شاء الله. 9 يناير هيتم الاعلان من خلال اجتماعات اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي في داكار عن الدوله المنظمه، السابق حاليا بين مصر وجنوب افريقيا. مصر بتسعى بكل قوه لاستضافه هذه البطوله. مسؤول الاتحاد المصري لكره القدم عندهم دي بطولات 57 و59 في لقطات أرشيفية نادرة لهذه البطولة التي كان لمصر الدور الكبير والأساسي في تأسيسها وإقامتها ورعايتها ومن ثم الفوز بالأرقام القياسية فيها، سواء من حيث مرات التتويج أو التطلع للاستضافة في البطولة الصيفية بقى، لأنه كأس الأمم كانت استقرت فترات طويلة جدا بعد ما كانت بتقام في مارس، في السنوات الزوجية بقت بتقام في يناير، وإذا بالاتحاد الأفريقي غير أجندته يلعبها في السنوات الفردية يعني 2017 2019 2021 وهكذا السنوات الفردية، ونقلها للمدة الزمنية الصيفية اللي مواعيد كأس العالم باستمرار الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرين من شهر 6 والأسبوعين الأولين من شهر 7 يونيو يوليو معاد كأس الأمم الأفريقية في نسختها الصيفية الجديدة. مصر تتطلع لاستضافتها بقوة وإن شاء الله تتمكن من هذا. أنا اللي عايز أقوله أن البطولة دي في وجهة نظري أهميتها تكمن أنها هتكون المنطلق الذي يعيد الجماهير بإذن الله بشكل طبيعي للملاعب.
وعلينا أن نستعد جميعا لهذا الحدث وأولنا الجماهير. أيوة. إنها ترجع بإذن الله المرة دي، ما تديش فرصة لحد. دي نقطة التحول. داخلين بقى على إن نخرج منها وجماهيرنا في المدرجات بشكل طبيعي. وقد زالت كثير من أسباب التوتر خالص. لا بالعكس، هنكون اتعودنا على النظام. هيكون الأمن عارف بالظبط السيناريو اللي هيشتغل بالجماهير من خلاله، وجماهير كمان تتعاون في الاستجابة لكل ما يؤمنها هي، مش يؤمن الملاعب. وهتكون مصر كمان مكتملة القوة الفنية، كفاية ان احنا عندنا دلوقتي النجم العالمي، نجم ليفربول العالمي الكبير محمد صلاح. وعين الاوان بقى ان احنا يعني احنا وصلنا فاينل البطولة، عايزين ناخد دي ان شاء الله. الاتحاد الانجليزي يمكن برأ محمد صلاح من اتهامه بالتمثيل في مباراة فريقه مع نيوكاسل في الاسبوع 19 للدوري الانجليزي. اللجنة اللي اجتمعت النهاردة قرر لبحث وقائع الجولة 19 من البطولة اللي كان فيها 9 مباريات اتلعبت امبارح، قبل ان تقر ببراءة صلاح من تهمة التحايل على الحكم. وصحيفة ذا صن البريطانية قالت ان حكم المباراة اعترف في تقريره بانه ربما يكون اخطا في احتساب ركلة الجزاء، لكنه اللجنة اقرت بان صلاح لم يكن يقصد ابدا التحايل، وبالتالي فهي لن تفرض عليه اي عقوبة. الاتحاد الافريقي كمان حدد يوم 24 فبراير موعد لمباراة كاس السوبر، هتتلعب في الدوحة لأول مرة الاتحاد الأفريقي بينقل مباراة السوبر الأفريقية بره نطاق القارة، لأول مرة هتقام في الدوحة العاصمة القطرية. كان الترجي التونسي بطل دوري الأبطال متحفظ على أنه يلعب المباراة بره أرضه باعتبار أنه حامل لقب دوري الأبطال، وبالتالي كان استقر دائما على أنه مباراة السوبر بتتلعب في أرض بطل دوري الأبطال. هو يلعب الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية، الفرقتين عربيتين ورايحين عاصمة عربية. المباراة هتبقى 24 فبراير، ده بناء على طلب الاتحاد أو نادي الترجي التونسي علشان بيحتفل يوم 20 بمئوية هذا النادي التونسي الكبير. قريت الأستاذ محمود معروف ولا؟ أنا مش قادر أفهمه. بندهش إزاي واحد بيعمل في نفسه كده. ما قرأته اليوم حاجة عجيبة جدا يعني. طيب علشان برضو نشرك حضراتكم، لأنه بصوا كل واحد من حقه يكتب، وحرية التعبير وحرية الرأي لا قيد عليها على الإطلاق، وإحنا بنرحب بأي رأي مخالف وأي رأي مختلف، بنرحب بيه وبنزكيه وبندعمه وبنسقف له كمان، لكن في إطار من الاحترام للثوابت الأخلاقية على الأقل. لا، الحقيقة يعني مبدئيا النصيبه ان هو بس ما طير، عشان ايه اسباب الدهشه هتبقى الناس هتفهمها. ان هو يدعي على الغير ما يفعله هو. طيب. او ما فعله. في جمهوريه الثلاث كتب الاستاذ محمود معروف: زمان كان عبد البقال كشاف النادي الاهلي عندما ياتي بلاعب موهوب من الارياف او الاحياء الشعبيه والازقه والحواري ويضمه للنادي الاهلي، يعمل ايه بقى عبد البقال؟ يقوم بتصويره وهو بالبيجامة أو الجلباب والشبشب أو الصندل البلاستيك، ويعلق صورته في مدخل النادي لمدة عام كامل حتى لا ينسى اللاعب نفسه وأصله والبيئة التي جاء منها. وبيقول الأستاذ محمود معروف: وهذا التصرف غير إنساني ومرفوض. طبعا لا، أنا عايز غير إنساني ومرفوض. لا، بس اللي غير إنساني بس لحظة وغير أخلاقي الكذب. هو ده أنا عايز أقول له إيه. لا، ده مش غير إنساني، ده غير أخلاقي. بس مين اللي عمله؟ مين اللي عمل الموقف ده؟ ده مثبت. اولا تعال نناقشها الاول من جانب الكابتن الاستاذ عبد البقال رحمه الله عليه وجانب النادي الاهلي. هو فاهم الاستاذ محمود الذي عاش النادي الاهلي وبيقول لك انا اؤرخ لكل الاحداث ان النادي الاهلي ده اي حد يبيع اللي هو عايزه. يعني هل يستطيع عبد البقال لوحده، عبد البقال رحمه الله عليه، انه يصور وحده يحطه على لوحه الاعلانات سنه في غيبه من مجلس الاداره، وغيبه من مدير النادي، وغيبه من مدير الكوره، وغيبه من كابتن الكوره، وغيبه من زملاء اللاعب، وغيبه من اللاعب نفسه؟ ايه التهريج اللي انت بتقوله ده؟ ايه الاستخفاف بالعقول اللي انت
في الوقت بقى اللي انت اللي عمل كده حد تاني خالص. لما جه لعيب يسيب ناديه المفضل راح مصوره في الدبل ومصور بيته. لا استنى دي على ايدي انا. احكي. لانه لما جه كابتن رضا عبد العال يجي من الزمالك للاهلي في الواقعه الشهيره جدا اللي كان فيها مزايدات عنيفه والزمالك وصل النسخه 675 الف جنيه تقريبا السعر اللي وصل له. وقتها مجله الزمالك شنت حمله قاسيه جدا. انا لازلت اذكر رحت اعمل حوار مع كابتن رضا عبد العال في بيته في هتيم. اسرته كان ناسها تبكي من المعايره الاجتماعيه اللي اتكتبت في مجله الزمالك ضده. وكان مين رئيس الحريه؟ كان الاستاذ حمدي النحاس الله يرحمه ومعاه الاستاذ محمود معروف والاستاذ عبد الفضيل طه. بس. واتكتب انه علمناه في الزمالك ازاي ياكل بالشوكه والسكين وجبناه مش عارف من بيئه ايه ومعايره اجتماعيه غير اخلاقيه بالمره لدرجه ان انا كتبت له ساعتها والاستاذ حمدي الله يرحمه حمدي النحاس كلمني قلت له ما انا الكلام ده استفزني انا كتبت له من كان منكم سليل العائله الخدويه فلياتنا باسمه. ما انتوا كلكم وكلنا اولاد هذا البلد ازاي تعاير واحد انه فلاح انه فلاح وانه من اسره بسيطه وانه والدته ما اعرفش ايه واسرته ايه. انت هذه المعايره الاجتماعيه مارسها نادي الزمالك على رضا عبد العال. انت عارف ان ده احد اهم اسباب اصرار كابتن رضا انه يمشي من نادي الزمالك ويجي الاهلي. يعني انا اذكر ان الكابتن طارق قابل الكابتن رضا عندي في المكتب. أيوة. وكان خلاص بقى الخلاف احتدم وغيروا لائحة شؤون اللاعبين. كان ممنوع ان النادي يزايد على نفسه. فالزمالك كان حاطط قيمه كابتن رضا 100,000 جنيه. ايوه. فغيروا اللائحه في يوم عشان الزمالك يتمكن من المزايده. راح الزمالك بعد 625,000. ايوه. واخد بالك؟ كانت حصته منها 250,000 جنيه الزمالك. لانه كان الاتحاد له نسبه فعلا. الاتحاد نسبه واللاعب له نسبه. 40 10 والزمالك 50. ايوه. ف تخيل ان 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 الكابتن رضا فالكابتن طارق مندهش قال له يا رضا انت فعلا الزمالك دلوقتي انت هتاخد من الزمالك حوالي 200,000 جنيه يا ابني وهتاخد مننا 40,000. انت فاهم يعني ايه 10,000 جنيه في الوقت ده؟ ده هو كان الخلاف اصلا على 10,000. يعني فرق سعر. الخلاف على المعامله. خدها مني انا بقى كابتن رضا. الخلاف على المعامله لما اتقال له بابي فوق جمل قال له سلام عليكم. ايوه. هو طلب قال له عاجبك مش عاجبك. وهو كابتن رضا انا كنتش مش فاهم ومش مستوعب ومش مصدق. كابتن رضا انت فعلا عايز تيجي الاهلي؟ لما جه قعد معايا يعني. قلت له انت عارف انت هتعمل ايه؟ هتكتب ثلاث جوابات، واحد لاتحاد الكوره، واحد للزمالك، واحد للمنطقه. رجالك في البيت في العجوزه ساعتها. ايوه. قال لي ايوه كابتن اكتب اللي انت عايزه انا همضي لك عليه. فتملكني الفضول. فعرفت ان الناس اتعاملت معاه بطريقه. انما الانكت من كده ما فعله تحديدا الاستاذ محمود معروف في مجله الزمالك. واخد في الدب من معايره وصور فلقيت الكابتن رضا بص الكابتن طارق وعينيه لمعت. يعني لمعت كده زي شادو ظل دموع. قال له هو انتم مش عايزيني ولا ايه يا كابتن؟ فكابتن طارق بص له كده قال له لا 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 يا كابتن اذا كانت دي مشاعرك فعلا اهلا بيك اهلا بيك. انا بس مستغرب ازاي تضحي ب 200,000 عشان تاخد 40,000 في النادي الاهلي. الاستاذ محمود معروف اللي بيقول عبده البقال عمل هو اللي عمل كده. ولا يمكن للاهلي يعمل كده مع لاعب من ولاده ولا يتعامل مع لاعب ولا من اسره بسيطه انه قال ايه يصوره. هو الكلام ده يا جماعه على اعتبار يعني خطورته فين؟ لانه معلش ده خطورته على انه الناس اللي بتقرا مش كل الناس راحت النادي ولا كل الناس تعرف ازاي ولا عاشت الفتره دي ولا عاشت هذه الفتره. لما يتقال ان عبده البقال للاعيبه الاهلي في السبعينات لانه كان بيجيب اللعيبه في الستينات والسبعينات كان الاهلي بيصور اللاعب اللي جاي يخدمه اللي جاي ينتمي له اللي جاي يدافع عنه ويسعد جمهوره يصوره بصوره وقال وهو بالصندل البلاستيك وبالشبشب وبالبيجامه ويعلق صورته لمده سنه واللاعب يلعب ويصور يا استاذ محمود. يعني اذا ما كنتش هتبقى الكلام ده في كذب حقيقي وافتراء على التاريخ. طب وعلى انت تقدر الناس تطلع صوره للناس بالشبشب بالبلاستيك والبيجامه. لكن مش معقوله ابدا عشان واحد زي الاستاذ عبد البقال مات او الجيل القديم بتاع النادي الاهلي اللي انتقل للاهلي
من زي ما انت بتقول من الحواري والأزقة ومش عارف ايه، وهي ديت كلها مناطق شعبية هي أصل مصر. لا يجب أبدا أن يوصف أبنائها بهذه الأوصاف، لأنه الأهلي لا يمكن يتعامل مع أي لاعب بينضم إليه وبيخلص ليه وبينتمي له. يا أستاذ إبراهيم، هذا التعامل غير الأخلاقي. الكابتن صالح سليم في 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 73 في 72 أما شاف الجيل بتاع عزيز والجيل العبقري ده فقال الولاد دول وصفت، قال الولاد دول لو لقوا مدير كورة يعلمهم يعني ايه النادي الاهلي، ويعلمهم ويعاملهم كما اتمنى، هيبقوا حاجه جامده في الكوره. قلت له انت تتمنى ايه؟ قال ان يتعاملوا انه ما يشحتوش حقهم، يعيشوا بكرامه، يعرفوا انه في انهم في نادي كبير له تقاليده وله قيمه، يعرفوا يعني ايه يتعاملوا مع بعض. وده السبب اللي خلى الكابتن صالح مسك الفرقه دي وسموها ساعتها التلامذه. انه علمهم الكرامه والكبرياء ومش هتوش حقهم. كلمة دي، هذا تفكير مسؤول في نادي كان يبدأ مشوار المسؤولية قبليه أستاذ وأستاذنا مختار التتش. عايز تفهمني أنه كان حد هيسمح أن ده يحصل في النادي الأهلي؟ وعشان إيه؟ وده يعلم مين يعني؟ يعلم الناس اللي عايزة تعاير بعضها. الأهلي يعني ما ينساش نفسه؟ مين قال كده يعني؟ ما حدش بينسى نفسه، ما كل واحد عارف اصوله وعارف وبيفخر بذاته وبيفخر بيه طبعا. وايه ايه يعني ان انا اجي لك بشبشب؟ غاندي كان لابس صندل بصباع صحيح وبيغزل بالمعزه وقاد اكبر امبراطوريه وخلصها من التشرذم والتشتت ووحدها وحررها من الاستعمار. يعني ازاي ده منهجك وتفكيرك؟ ولا انت نسيت ولا ابتديت تنسى ولا ايه حكايتك؟ مش عارف. رأفة بالأجيال ورحمة بالحقيقة أرجوك يا أستاذ محمود. طيب، هو برضو من ضمن الحاجات اللي ياخدوا الناس فيها بالكذب علاقة الأهلي بالإسماعيلي ولعيبة الأهلي والإسماعيلي. أيوه. إنك خلاص قصة مفتعلة ومشيت. عايز تفضل دايما وأبدا تشحن الجماهير حتى من الأجيال الجديدة إن الأهلي بيحقق بطولاته بلعيبة الإسماعيلي. مش هنرد إحنا المرة دي. الكابتن محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي وكابتن الدراويش السابق هو اللي تولى هذا الرد. كابتن محمد صبحي بيتكلم على انه ما هو الاهلي اللي بيدعم شخصيه اللاعب وخليه دايما ينافس على بطوله. وانه اهم من دي انه بيقول للجمهور الحقيقه. ليه مصور لكم ان الاهلي هو العدو؟ نادي بيشتغل عشان يجيب بطولات، ولازم نبقى كلنا كده، وانتوا لازم كده. غير حقيقي الاهلي يعني بيقصد او بيؤدي الى تفريغ الانديه من نجومها، بالعكس. واحنا قلنا قبل كده ما اخذه الاسماعيلي من لعيب الاهلي اضعاف اضعاف ما اخذه الاهلي من الاسماعيلي. بس الاهلي لما بياخد من الاسماعيلي حد بياخده بمقابل محترم وعادل، ده اذا كان من الاسماعيلي اكثر من عادل. هو ما خدش لعيبه الا من يعني من الاسماعيلي بشكل مباشر الا ثلاث لعيبه. الكابتن محمد عبد الله والكابتن شريف عبد الفضيل وعبد الله سعيد. ايوه. والباقي كلهم كانوا انتقلوا الى انديه اخرى وجم من بره. ايوه. انما ليه هو يعني، بس هو ما قالش سبب ان ليه بيكرهوا جمهور الاسماعيلي في الاهلي، لان في فعل واحنا جبنا الحلقه اللي فاتت هنا الاشخاص وشاورنا على مين اللي بيعمل هذه الفتنه ومستمرين فيها لحد النهارده. لكن الاهلي موقفه مع الاسماعيلي، يطلع الكابتن العربي رحمه الله عليه يشيد بالاهلي وموقفه للاهلي ويقول لك فتح لنا بابه وتعالجنا عنده. كابتن سيد عبد الرازق يطلع الكابتن سيد عبد الرازق يقول الحقيقه، يطلع الكابتن محمد صبحي يقول الحقيقه، يطلع الكابتن شريف عبد الفضيل يقول الحقيقه، يطلع ما فيش حد يعني عاش التجربه هنا وهنا الا ما ذكر الحقيقه، وقبليها الناس اللي ما 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 يعني ما اسعدناش الحظ ان نستمع للحقيقه منهم. كابتن رضا رحمه الله عليه، كابتن شحته، وموقف الاهلي في الموقف المشهور، كابتن حمزه الجمل لما كابتن صالح قال رجعوا له عقوده علشان ما نعملوش مشكله ولا نعمل اسماعيلي مشكله. نفس يعني كل مواقف الاهلي مع الاسماعيلي هي مواقف
مشرفة جدا. لا داعمة. لما الكابتن صالح واحنا قاعدين والاسماعيلي عايز ينسحب في نهائي الكاس عشان مش عايز يلعب بالليل وعايز يلعب، وبعدين قلت له المهندس اسماعيل عثمان عنده مشكلة وبتاع، راح سأل هولمان تلعب الساعة 5؟ قال له العب الساعة 5. قال لي عادل كلم اسماعيل عثمان وانا كلمته ورد عليه والجمهور عنده في المكتب، استنوا استنوا كابتن صالح على التليفون، استنوا كابتن صالح. قلت له كابتن صالح هكلمك. قال له يا اسماعيل مفيش مشكلة عايزين تلعبوا 5 انا موافق. قال لهم خلاص الكابتن صالح هلا. هو الموقف ده عشان كده اسماعيل عثمان ذاته بعد ما خد الكاس اهداه لكابتن صالح، اهداه لكابتن صالح. ام ناس اشعلت برضه فتينة كيف يهدي الكاس للكابتن صالح، هو اهدهوله لانه بيشكره. عايز يقول له اشكرك على موقفك اللي رغم ان انت كان ممكن تكسب الكاس بانسحاب الفريق لم كنت انبل من انك تفعل هذا. كان الاسماعيلي خلاص بيعلن الانسحاب. يا بالنهار يا مش هلعب. لا يا صاحبي ما كان مش عارف ايه المشكله انه عشان قال لك الجمهور يلحق يرجع الاسماعيلي. هي كانت حاجه برضو مفتعله. لازم مفتعله. يرجع. طب الناس بتلعب بالليل كلها دلوقتي. بالظبط. لكن في كل الاحوال لا، العلاقه بينا الاسماعيلي فرقه ما تتكرهش. ككوره ما تتكرهش. بتتحب من كل الاذواق. الاسماعيلي كبلد مين يكره اي نادي شعبي وراه جمهور بيحبه؟ ليه بنحب الاتحاد السكندري والفرق الجماهيريه؟ عشان بتسعد دي انديه في اقاليم بتسعد الاقليم بحاله. مش ممكن النادي الاهلي يكون غير داعم لهذه الفرق. فالعبث بالنار الحقيقه كل شويه تظهر الحقيقه على لسان ابناء الاسماعيلي نفسه. طيب كمان عضو مجلس اداره الاسماعيلي السابق المحلل الرياضي والزميل الصحفي الاستاذ خالد بيومي له رأي ربما كان من المهم التعقيب عليه. طيب ده الكابتن خالد بيومي وهو بيتكلم على رؤيته للاسارتي ومهمته مع النادي الاهلي وازاي ممكن يكون توقعه هو كمحلل ليها ايه، لكنه هو اتكلم في معرض اخر على فكره استعانه الاهلي بلاعيبه الاسماعيلي، وهو كعضو سابق في مجلس اداره النادي الاسماعيلي بيقول ان انا مره قلت المانويل جوزيه حاجه قال لي عليها ايه نشوفها. طيب هنا كلام الاستاذ خالد بيومي جزئين، الجزء الاولاني اللاعب اللي تقدر تقول عليه نجح في النادي الاهلي اللي تستنى تقيس مدى تحمله ضغط تيشيرت النادي الاهلي. انا موافق على الكلام ده 150%. تمام. بالاضافه الى حاجات اخرى. ايوه. انه يكون عنده القدره انه يلعب لعب جماعي، انه يبقى ملتزم تكتيكيا، يعني عنده سمات شخصيه خاصه تنجحه في النادي الاهلي. ايوه. وانا طول عمري كنت اقول ان اللاعب البشر ما هوش قطعه غيار. ايوه. يعني انت في المواصفات لما تيجي تقول ايه ماركه عالميه لسياره عالميه خلاص تقوم تجيب ايه تقول له ايه عندي مثلا المارش بايظ، تروح كاتب الكود نمبر بالمواصفات بالماركه العالميه، وانت متاكد لو جات لك القطعه الاصليه بالمواصفات الاصليه هتنجح 100%. ليه؟ لانها جماد. لكن لما تتعامل مع بشر هو عنده ثقافة، هو عنده طموحات، هو عنده أولويات في حياته، ربما يكون الفلوس، وربما يكون النجاح، وربما يكون حب الناس، ربما مش كل الناس بعضها. فأنت ممكن يجي لك حد يمتلك إن هو قطعة أوريجينال وأصلي وكل حاجة، لكن ده صفاته البشرية ما تنجحوش. فأنا بأيد ولذلك أنا بقول لك أنا يعني دايما اعول على شخصيه المدرب، شخصيه اللاعب، شخصيه المشجع، شخصيه المنتمي للنادي الاهلي، الشخصيه، السمات. أيوة. أيوة. هي سبب البطولات، هي سبب الهيبه، هي سبب التميز. وهنا للامانه في برضه نقطتين لازم يوضحوا، لانه الكلام باستمرار على انه الاهلي عمل مجده او مانويل جوزيه عمل مجده مع الاهلي بلاعيبه الاسماعيلي. مانويل جوزيه في الولايه الاولى له في النادي الاهلي عمل فيها حاجات غير مسبوقه. رجع للاهلي دوري ابطال افريقيا بعد غيبه طويله جدا في 2001. فاز على الزمالك 6-1 في اعلى فوز
في لقاءات الديربي المصري غير المسبوق. لعب مع الإسماعيلي مباراة 4-4 وضاع الدوري على بضع ثواني في النهاية في أسرع مباراة في تاريخ الكرة المصرية. فاز بكأس السوبر الأفريقي. عمل كل هذه الأمجاد في 2001 الولاية الأولى، وما كانش حد جه من الإسماعيلي للنادي الأهلي خالص باستثناء خالد بيبو. وكان الباقي كلهم لعيبة كتير منهم ما كملش مع النادي الأهلي، زي صندي النيجيري وبعد واحمد ابو سلم وابو المجد مصطفى وروبرت اكروي النيجيري، وكان حسام غالي والمجموعه دي طلعوا، وكان هادي خشبه وكان وائل جمعه اول سنه يجي النادي الاهلي وقتها. كل دول ما كانش لا بركات جه ولا عماد ولا اسلام ولا كل المجموعه بتاعه الاسماعيلي اللي الاستاذ خالد بيتكلم فيهم. فبالتالي قصر ما بناه مانويل جوزيه مع النادي الاهلي على دور لعيبه الاسماعيلي طبعا ليهم دور كبير مع كل اللعيبه في الولايات الثانيه والثالثه. لكن تعالى برضو نبص لها من ناحيه واقعيه شويه. هو الاهلي خدهم من الاسماعيلي؟ المهندس عدلي ذكر ثلاث لعيبه فقط الاهلي خدهم بيع مباشره من الاسماعيلي، فيما عدا ذلك باسماء عادله جدا فوق العادله اغلى مبالغ وقتها. بالظبط. فيما عدا ذلك محمد بركات الاسماعيلي يبيعه لاهلي جده السعودي اللي يستخدمه سنه ويكسب بيه كأس السعودية، ويبيعه للعرب القطري اللي يبيعه بعديها للنادي الأهلي. فالأهلي يبقى هو الإيد الثالثة، لسه بتحاسبنا على الإيد الأولى برضو. عماد النحاس الإسماعيلي يبيعه للنصر السعودي، فيروح النصر السعودي وبعد موسم مع النصر السعودي يتباع فيجي النادي الأهلي بعد ما الإسماعيلي كان باعه للنصر. أحمد فتحي يروح شيفيلد يونايتد الإنجليزي والنادي الأهلي يروح يشتريه من إنجلترا فيبقى جابه من الإسماعيلي، وهكذا بقيه اللعيبه بشكل بيع. اسلام الشاطر الزمالك يشتريه من الاسماعيلي ويعيره لاتحاد جده فالاهلي يجيبه يبقى خده من الاسماعيلي. هنفضل دايما وابدا بالرد دي. لكن زي ما المهندس عادل قال وده اعتقد نشرناها في اكتر من مره هنا، عدد اللعيبه اللي النادي الاسماعيلي استعان بيهم من النادي الاهلي من اولاد النادي الاهلي اضعاف اللي الاهلي ضمهم من الاسماعيلي. بالاضافه بس هو إيه ده كمان الاحتراف. لا بالاضافه الى إيه بقى في حاجه اسمها القيمه المضافه. ايوه لعيبه الاسماعيلي لو جم على فريق مش مؤهل انه يكسب بطوله ما يكسبوش، بدليل انهم كانوا موجودين مع بعض كلهم مش في الانديه دي كلها، وفي ضغوط للاسماعيلي اقل من ضغوط الاهلي، وكسبوا بطوله الدوري المجموعه دي بالظبط. في فتره كان الاهلي بيقال انه ما بيكسبش بطولات فيها. طيب لما جم الاهلي ايه اللي حصل؟ هم اضافوا الى الاهلي مع زمايلهم، لان برضه لما لو جم ما لقوش عماد متعب، لما لقوش كابتن بلال، كباتن بقى كلهم، لما لقوش فيلافيو، لما لقوش جيربيرتو، لما لقوش وائل جمعه، لما لقوش ابو تريكه، ما كانوش برضه هيقدروا يكسبوا بطولات. اذا انت كنادي اهلي بما تفعله في بناء الفرق واختيار الكوادر وتهيئه المناخ وتهيئه افضل الاجهزه الفنيه مدفوعا بجماهير متعطشه لا تقبل الا المركز الاول، انت قيمه مضافه الى اي لاعب، هو يضيف وانت تضيف. والدليل على هذا ثاني وثالث ورابع، عندما ياتي الكابتن طارق السعيد وياتي الكابتن محمد صديق ليلعبها اقل من موسم ونص او موسم ونص موسمين خمس بطولات ووسام خمس بطولات ووسام ومركز ثالث في العالم، هنيجي بقى نقول لك الاهلي بيكسب في حين بقى ان واقعيا بقى ان في انديه تحديدا كل ست سبع سنين يغيب عنها البطولات تاخد عنصر مهم من النادي الاهلي ينقل اليها البطولات. عايز تقول بالاسماء نبقى نقولها بعدين. نقولها بعدين. طيب زي النهارده يمكن الاسبوع اللي فات اشرنا الى دي كانت ذكرى رحيل عظيم النادي الاهلي وهو يستحق هذا اللقب، عظيم النادي الاهلي كابتن محمود مختار التتش اللي كان وفاته في 21 ديسمبر 1965 عليه رحمه الله. وبالتأكيد تاريخ النادي الأهلي يتوقف دائما وأبدا
عند علامات بارزة لعل من البارزين فيها تاريخيا محمود مختار التتش الحارس الأمين تاريخيا على مبادئ وقيم وتقاليد النادي الأهلي، وأستاذ كل عظماء النادي الأهلي من نجوم الكرة اللي بعد كده الحقيقة، لأنه دايما وأبدا عندما تذكر سيرة محمود مختار التتش يستحق الترحم ويستحق دائما وأبدا الذكرى الطيبة عند كل محبي قيم الرياضة وليس الأهلوية فقط. كمان أيضا من نجوم هذه المرحلة الكابتن عبد الجليل حميدة حارس مرمى النادي الأهلي لسنوات ومنتخب مصر في الأربعينات والخمسينات ومطلع الستينات، بدأ مشواره وهو ولد في 28 ديسمبر زي النهاردة ولكن سنة 1923 عليه رحمة الله. كابتن عبد الجليل حميدة بدأ مشواره في مسقط رأسه في الإسكندرية، لعب في نادي الاتحاد بعدها انتقل للترسانة، شافه بقى الكابتن محمود مختار التتش فانضموا للأهلي سنة 47، فضل في النادي الأهلي عبد الجليل حميدة لغاية لما اعتزل في عام 1963، وكان أول حارس مرمى يتقلد شارة كابتن الأهلي. يعني كل كباتن الأهلي من حراس المرمى في الأجيال التالية، إذا كان إكرامي ثابت البطل أحمد شوبير غيره لغاية بعد كده، دايما وأبدا الرائد بالنسبة لهم كحارس مرمى وهو يرتدي شارة الكابتن كان الكابتن عبد الجليل حميدة. ساهم عبد الجليل حميدة في فوز منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية عام 59، ومع الأهلي ساهم في فوز الأهلي ب 11 دوري وسبعة كأس مصر في أندية كتيرة ما خدتش الدوري زي كده. يعني أعتقد ينافس حسام عاشور في تاني تتويج للدوري بعد النادي الأهلي. هنشوف هذا التقرير الصوتي عن مشوار الكابتن عبد الجليل حميدة في ذكرى ميلاده في 28 ديسمبر 1923. عبد الجليل حميدة أو جيلة أو جلجل كما أطلق عليه عشاق الكرة وعشاق الأهلي بصفة خاصة، هو حارس مرمى قل أن يتكرر أو تجود الملاعب بمثله. جمع الحارس الموهوب كل الصفات التي يجب أن تتوافر في حراس المرمى، وصل وهو يزود عن مرمى مصر والأهلي إلى قمة الأداء والتألق في جميع المباريات، سواء باسم ناديه الكبير أو وطنه. عبر تاريخ ومشوار رياضي حافل بالأمجاد والانتصارات، لبراعته الفائقة ويقظته ومهارته في الزود عن مرماه، أطلق عليه النقاد أكثر من لقب كالحارس ذي القبضة الفولاذية، الحارس المطاط، الحارس العملاق، وغيرها من الألقاب التي تسجل لجيلة. بدأ عبد الجليل حميدة مشواره الرياضي في صفوف ناشئ الاتحاد السكندري، لم يكن يمارس كرة القدم فقط بل كان أحد نجوم السباحة والغطس أيضا، هو ما كان له أكبر الأثر في إكسابه صفات المرونة والرشاقة اللازمة لحارس المرمى الكفء. حين ترك الاتحاد السكندري انضم لنادي الترسانة، شاهده المرحوم مختار التتش رائد الأهلي الخالد، لمس فيه الموهبة الكروية الفذة، تحدث معه في أمر انتقاله للأهلي فوافق على الفور. بدأ مشواره الحقيقي به في أواخر الأربعينيات، وقد أولاه التتش رعاية خاصة أمده بالكثير من النصائح الفنية وإرشاداته الرائعة، أعده إعدادا خاصا لحراسة مرمى الأهلي فبرع وتفوق. لفت إليه الأنظار لمستواه الفني العالي والرفيع، شارك في تحقيق انتصارات الأهلي بدءا من موسم 48-49 وحتى موسم 62-63. يعتبر عبد الجليل هو أحد نجوم العصر الذهبي للكرة المصرية في الأربعينيات وبداية الخمسينيات، وضمن جيل العمالقة مكاوي، الجندي، صقر، الدزوي، أبو حباجة، حمزة عبد المولى، فؤاد صدقي، بسطان، الديبة، وأبو المعاطي وغيرهم من النجوم، ليبقى عبد الجليل حميدة جيلة حدوتة من حواديت الأهلي الخالدة على مر التاريخ.
عبد الجليل حميد الله يرحمه واحد من العمالقه. هو شوف كان يعني حارس عنده ستايل وكان يجيد العاب الهواء رد فعل هائل جدا مطاطي فعلا ما كانش طويل لكن عنده من القوة البدنية والرشاقة انه كان ينفجر اللي زي ما بيقولوا الطاقة الانفجارية من الثبات يقدر يطير. لا طبعا حارس وله اسهامات مع منتخب مصر والنادي الاهلي عديدة زي ما مكتوب كده 11 دوري مع النادي الاهلي. صح هو التسعة الاوائل اكيد طبعا. التسعة الاوائل واثنين تانيين. واثنين بعد كده. بعد كده راح بطل في طنطا. لكن رحمة الله عليه طبعا من الرموز والعلامات البارزة جدا في حراسة المرمى. رحمة الله على الكابتن عبد الجليل حميدة وكل الراحلين من عظماء كرة القدم الأهلوية. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف اشمعنا الأهلي يا جماعة. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي والداخليه الساعه 6 مساء السبت ان شاء الله، مباراه مؤجله من الاسبوع السادس للدوري. وشفتوا حضراتكم اعتقد سمعتوا كتير تفسيرات الحاج عامر حسين عن فلسفه المؤجلات والاتهام دايما وابدا اللي بيتردد ليه لجنه المسابقات اختارت المؤجلات للاهلي بهذا الشكل غير المرتب حسب أسابيع المباريات المؤجلة. وكان دايما وأبدا الرأي المنطقي والثابت ما هو لو هيأجل بناء على أو هيلعب بالترتيب الزمني الطبيعي الدنيا مش هتقدر تخلص في شهور كتيرة لأنه هيأجل للمؤجلات مؤجلات كتيرة، فبيشوف المباراة ويسكنها في أقرب ميعاد حسب الطرف الثاني من المباراة. في هذا التوقيت اتحطت مباراة الأهلي والداخلية المؤجلة من الأسبوع السادس عشان تكون بإذن الله الساعة 6 مساء السبت يا باشمهندس. بإذن الله ومباراة مفصلية مطلوب أن يواصل الأهلي الفوز بها عشان برضه يقترب من يعني المنافسة الحقيقية على اللقب. مش حمل أي يعني فقدان لأي نقط. وده بيقودنا برضه إلى فكرة خلي بالك أي كلام مين ماشي ومين قاعد هذه اجتهادات يعني مروج لها أو أصحابها اجتهادات من أصحابها لأن أنت لحد هذه اللحظة أي اسم تتخيله موجود في الليستة هو لسه لسراتي هيبقى له رأي مين يعني ممكن ناس كتير جدا تتصور أن في واحد اقترب من الرحيل الراجل يقول لك لا أنا عايزه ممكن يبقى له استراتيجية أخرى في عملية إعارة مين بالضبط زي فكرة دعم القائمة المحلية والقائمة الإفريقية. فأرجو عدم الالتفات بما فيهم حتى احنا لو قلنا يعني وجهة نظر ربما تكون مستشرفة من حاجة لا الصح بقى الصح وأنا أولهم وانت طبعا الصح نسيب كل التعليقات بعد المدرب القرار النهائي لان ممكن يبقى في حاجات غير اللي احنا متوقعين وبالتالي هي ديت يا جماعه يعني الاهلي بيجهز كل تدعيماته وكل الاوراق وبتتحط قدام المدير الفني الاجنبي اللي جاي لاسارتي جاي ان شاء الله بكره صحيح ضيق الوقت مش هيمكنه ان هو يقود الفريق في مباراه الداخليه لكن في اجتماعاته المتتاليه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومع الكابتن محمد يوسف هيتم الاستقرار على كل شيء يتعلق بالقيد المحلي بالقيد الافريقي بالتدعيمات مين هيدخل مكان مين ده كله هيكون بعد المفاوضات او بعد الاجتماعات المكثفه للمدير الفني ارجع تاني للتقليد الثابت الصراحه ساعات الواحد ممكن يبقى الحماس خده لا تعترف ان في لاعب جه او لاعب مشي الا من واقع القائمه والكارنيه بالظبط اي حاجه غير كده اعتبرها اجتهادات اعتبرها محاولات تقترب لكن الحقيقة لحد ما نشوف القيد وحتى اللعيبة اللي جت ما لحد ما توصل أوراقها الرسمية ويطلع لها بطاقتها تبقى جت ويبقى قيدها في الفريق أنا أرجو أن ده بس المسطرة اللي نتعامل بيها باستمرار أنه الرأي الفني مع الخواجة إن شاء الله الأهلي عنده 23 نقطة من 11 مباراة الداخلية عنده 18 نقطة من 16 مباراة تاريخ مباريات الاهلي وفريق الداخليه
لعبوا مع بعض 11 مباراه، الاهلي فاز 8 مرات، اتعادلوا مره واحده، الداخليه فاز على الاهلي مرتين، الاهلي سجل في شباك الداخليه 20 هدف واستقبل من الداخليه 4 اهداف. اكبر فوز للاهلي على الداخليه كان 4-0، ده حصل مره واحده، وحصل كمان مره 3-0 ومره 3-1. هدافه الاهلي في مرمى الداخليه عماد متعب عنده هدفين، ومليك افونا عنده هدفين والاثنين مش موجودين، سعد سمير عنده هدفين، ووليد سليمان عنده هدفين ودول موجودين، سليمان كوليبالي عنده هدفين ومش موجود، وليد ازارو عنده هدفين وموجود، وفي 8 لاعبين لكل منهم هدف. في 4 لعيبه من الداخليه سجلوا في مرمى الاهلي كل منهم هدف. زي ما قلت لحضراتكم اتقال كلام كتير حوالين المؤجلات وحوالين الاهلي والاسماعيلي، ولا زالت فكره لجنه المسابقات وجدول المؤجلات ومواعيد المؤجلات والاهلي ليه ما بيلعبش مع الاسماعيلي هنا وبيلعب هناك، كلام كتير شاغل بال خالد الغندور وكثير من الاعلاميين. رد عليه الحاج عامر حسين في قناه صدى البلد، نسمعه. رغم ان الكلام موضوعي ورد طبقا للائحه، لكن برضه مش هيعجب. هيظل في اصرار. اشمعنى؟ يا سيدي، يعني اذا كان الفكره انك تولع بين الاهلي والاسماعيلي وتبين ان في تميز وتشعر الناس باستمرار ان هم لا يتعرضوا الى او لا يتعاملوا بعداله، فانت ناجح في هذا. مش عايز مناقشه، لكن اذا كنت انت متصور ان هو ده الاعلام وان هو ده القياده وان هو دي السلوك الرياضي، لا، انت فاشل جدا في هذا. والغريب جدا انه الناس لو اجتهدت شويه وشافت الارقام وشافت الحقائق هتستريح، وربما تنقل للناس الحقيقه بشكل موضوعي وامين شويه. لانه لما الاقي اليوم السابع ينشر تقرير على الفترة اللي فاتت عدد المباريات اللي اقيمت خلال هذه المرحلة، المفترض ان الارقام لا تكذب. ما ينفعش حد يطلع تاني يجتهد حتى في اي تفسير، لانه في اليوم السابع في مفارقة غريبة، ورغم ما يتردد عن وجود مجاملات من اتحاد الكرة للنادي الاهلي، شوفوا الكلام، وتأجيل عدد كبير من مباريات هذا الموسم، الا ان لغة الارقام وهي لا تكذب تثبت عكس ذلك او تثبت عكس ذلك. فالاهلي لعب 27 مباراه منذ بدايه الموسم الكروي حتى الان، اي في 110 ايام، يعني 110 ايام لغايه دلوقتي الاهلي لعب فيهم 27 مباراه. ده اللي بيتجامل من اتحاد الكره، واللي اتحاد الكره وعامل حسين مظبطين الاهلي قوي، في 110 يوم الاهلي لعب 27 مباراه. طيب نادي الزمالك المنافس المباشر في هذه الفتره حسب اليوم السابع لعب كم مباراه؟ 23 مباراة. ألعب 27 مباراة في 110 يوم، وأنت تلعب 23 مباراة في نفس المدة الزمنية، وتقول لي أنتم مريحين الأهلي، وتقول لي اللجنة مريحة الأهلي ومظبطة الأهلي، هو في أرقام تاني غير كده؟ طيب مباريات الأهلي 27 كانت بواقع 14 مباراة خارج مصر و13 مباراة في مصر، سواء في الدوري أو أفريقيا. الأهلي سافر بره مصر لهذه المهام 7 مرات، ما يعني ان الاهلي لعب مباراه كل 3 ايام تقريبا. في المقابل الزمالك لعب في ال 23 مباراه في نفس الفتره 6 مباريات خارجيه و17 مباراه داخل مصر. الاهلي سافر 7 سفريات، الزمالك سافر 3 مرات فقط. للاهلي 3 مؤجلات زياده عن الزمالك، هو ده الفرق الوحيد، ولسه الاتحاد بيجامل الاهلي. ده ما هو انا قلت لك، هي المساله مش مساله الحقيقه فين. المساله انك تلح على ان في ظلم باستمرار. بس ينال الاسماعيلي، ينال الزمالك، ينال، وان في تمييز بينال الاهلي. مع ان الذي يسحق في الدوري المصري في المسابقات الكرويه هو النادي الاهلي. هو صحيح. اللي بيلعب وبيتعور، وهو اللي بيشيل في المنتخب، وهو اللي بيشيل في المنتخب الاولمبي، وهو اللي اكبر نسبه اصابات عشان كده، وهو اللي بيعاني من الارهاق من خلال السفر، وهو اللي بيلعب على ملاعب متعدده كل يوم وتاني في ملعب، هو الاهلي.
وحتى لما الأهلي يحصل تعثر في النتائج لضغط هذه المباريات بهذا الشكل وتوالي الإصابات، ما يلاقيش سبب فني وما يلاقيش حد يقدم سبب فني للي حصل، لا اتهامات وإثارة للخلافات. الكابتن شطة نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي له رأي في قناة أون سبورت عن تفسيره لما مر به النادي الأهلي من كبوة. شطة لمس كل المشاكل، وبرضه ما هي أصلها المتابع بإنصاف عارف ان الاهلي هو المضغوط، عارف ان الاهلي هو المرهق، عارف ان الاهلي هو الذي يعاني من الاصابات. وانا قلت لك الحلقه اللي فاتت يا استاذ ابراهيم، اللي بيصاب يقعد مثلا 15 يوم بيفوت اربع ماتشات. يعني مش والباقي يصاب لانه الضغط بيجي لا يعني كالية. اقصد اقول ان حتى ما فيش المده البينيه اللي تسمح ان تاثير الاصابه يبقى خفيف. لا ده بيبقى تاثير تحد من الخسائر، لما تحد الاصابه بتبقى خسارات ماتشات كتيره جدا، بيبقى اهم يعني بتبقى ضاع منك مرحله مؤثره جدا يعني على النادي الاهلي. لكن يعني اشمعنى الاهلي هي اللي بان وبرضه دي مقصود بيها حاجات تانية، هم عارفين الحقيقه فين، لكن مقصود بيها اهو افضل اتكلم واتكلم واتكلم نادي الدوله في التحكيم اشمعنى الاهلي. ها يمكن حد يصدقك او اجيال تيجي او اجيال ما شافتش تصدقك، وانت عليك انك تتعقب هذا الكلام وتمشي وراه. ما حصلش ما حصلش ما حصلش، بالعكس ده انت زي النهارده اللي يجي يقول لك عبد البقال علق اللعيب ويقول صور اللعيبه، صور اللعيبه على الباب لمده سنه وهو اللي عمل كده في المجله. يعني طيب حتى ما تسكتش، خلاص انتوا اتكلموا احنا هنرد، خلاص هنعمل ايه؟ اشمعنى الاهلي استفزت الزميل احمد اسامه على السوشيال ميديا وبالتالي على اليوتيوب، اطلق قذائف أو أطلق أحمد أسامة قذائفه للإجابة على إشمعنى الأهلي. نشوف أحمد أسامة في هذا التساؤل. طيب يعني الاستغلال لجزئية إن الإسماعيلي كان عايز يأجل مباراة المقاولين فنحولها إلى قنبلة موقوتة داخل كل مواطن إسماعيلاوي تجاه أندية تانية بيتأجل لها بدل الأسبوع. الغضب والقنابل وال بصوا تكوين، وزي ما يكون الاهلي هو المسؤول عن هذا يعني واحنا قلنا الاسبوع اللي فات يا جماعه ارجوكوا كفايه لعب بالنار، احنا بنشحن جماهير غلابه بمعلومات غلط. قولوا لهم انه الاسماعيلي بقاله 40 يوم ما لعبش ماتشات في الدوري، ومع هذا امر يخص اتحاد الكوره ويخص لجنه المسابقات ويخص الاسماعيلي، ما يخص النادي الاهلي. انه في ال 110 يوم اللي انتم بتتكلموا عليها قولوا لهم ان الاهلي خلي عندكم ضمير شويه، الاهلي لعب 27 مباراة في 110 يوم. الزمالك لعب 23، مين اللي اتجامل؟ مين اللي اتجامل عشان نشحن هذه الجماهير الغلابة بكل هذا الغضب؟ هل الأهلي كان قاعد في البيت يعني ولا كان بيلعب يعني؟ كارهة للأهلي لحد إن هو يتقال إن جواها قنبلة موقوتة. ده هو ده تصدير يصل إلى حد التحريض. هذا المفردات المستخدمة على لسان صاحب الرأي ما تتقالش، حتى لو هو يا جماعة ما يعني يقدر يقولها بطريقة مخففة، مش عايزين نصدر يعني مشاعر الظلم، ولا ممكن يقولها كده، لكن قنبلة وتنفجر، عايزين كارثة تاني، عايزين مصيبة تاني. يعني هو انت فاكر الجماهير اللي بتصدق دي بتعمل ايه؟ ما هي بتؤدي ايوه قنبلة، احنا قنبلة وهننفجر. مفيش كلام من ده، والاهلي ماله؟ بتحط الاهلي ليه؟ اندية تانية بتأجل لها، اندية تانية بتأجل لها ايه؟ امال يعمل ايه؟ يعمل ماتشين ورا بعض، يومين ورا بعض، يعني 27 مباراة دي يعني كل اربع ايام مباراة، يحشر مباراة ازاي في النص؟ لا والامتى هيفضل يتخللهم سفر ويتخلل الامتى الناس دي هتفضل تنفخ دايما في المنطقة دي؟ واشمعنى الاهلي؟ ما في علاقة الاهلي بالاهلي؟ هو انا لما اكون عايز اجيب حق للاسماعيلي لازم اجيب سيره الاهلي، ما اقول لهم الاسماعيلي يستحق التاجيل لانه هيجي قبليها بيوم بالظبط، خلصت. مش محتاجه ان انا اجيب الاهلي في السكه، لكن لا هي فرصه. طيب هو مين مظلوم بقى؟ الاهلي ولا الاسماعيلي ولا الزمالك؟ نشوف احمد اسامه تاني.
طبعا طبعا انا موافق ان الظلم يعم والعدل ايضا يعم. ايوه لكن ما هو لا الاهلي ظلم حد ولا له دعوه بهذه القضيه، لكن ما تجاملش، هي دي اللي احنا بنتكلم في كده. ما حدش يفهم الناس ان اشمعنى الاهلي بيتجامل، جامل ايه؟ يتجامل ايه بعد كل اللي بيحصل ده؟ هو انا وبعدين انا لما اخش الدور اللي جاي ده بدل كل الفرق ما هتلعب لها 15 او 16 مباراه في الدور، الاقيني انا بلعب 20 مباراه ها في الدوري؟ هو ده يعني الميزه اللي انا هكسبها ولا ده الضغط والسحق لفريق كره القدم والارهاق اللي هينال جميع اللاعبين؟ بالاضافه لكن طول ما انت متاجل لك مباريات المنافسين بيبعدوا عنك حتى من ناحية المعنوية وترتيب الجدول بيدي للجمهور بيصدر لهم القلق، ما انتش ضامن هتلحق بالركب ده ولا لا، فبتلعب تحت ضغط اللحاق بالقمة. لا الأهلي يعني كان يتمنى ان ما يتأجلوش ولا مباراة. طبعا طبعا. طيب الأرقام وهي تكشف الحقيقة بين مؤجلات الأهلي والإسماعيلي، نشوف أحمد أسامة شافها ازاي. وهي دي المساواة؟ ما هي المساواة في الظلم عدل برضه، لكن ألعب كل هذه أنا المباريات. عايز أتغاضى على التعليق الأخير ده، إحنا بنعمل معادلة رقمية بالظبط. لا الأهلي يعني مش ذنبه إن عنده الماتشات بالكثافة دي. وبعدين يا جماعة هو ليه الناس متخيلة إن التأجيل منحة؟ ده محنة. أيوه ما أنا لسه قايل لك. أولاً أنا ما كنتش في فسحة عشان بتأجل لي. أنت سيادتك هتأجل لي شئت أم أبيت. أنت ارتضيت إن أنا ألعب في البطولة الأفريقية؟ أنا ممثل مصر في البطولة الأفريقية كبطل للمسابقة المحلية. والزمالك والإسماعيلي والمصري كل الأندية اللي بتشارك ممثلة للاتحاد المصري في هذه البطولات القارية. طيب ولما يشارك عنده مباراة بره في أثيوبيا يوم كذا. الاتحاد الأفريقي قال لك هلعب يوم الأحد. أنت عايزني ألعب هنا في القاهرة يوم الاثنين. حلها لي أنت. والناس اللي بتتكلم أصل المقارنة بين الدوري المصري والدوري التونسي، ما قلت لكم وحدوا المعايير، الدوري التونسي 14 فريق، احنا ما شاء الله 18، الدوري التونسي بدأ بعد الدوري المصري بشهر كامل، فالمقارنة أرجوكوا بلاش نضحك على الناس بيها كتير لأنه مش موضوعية، لكن الأزمة الحقيقية بصراحة في الإعلام. الإعلام وتضليله للناس وتصدير حقائق أو تصدير معلومات خاطئة كتيرة جدا على أنها حقائق. رصدها أحمد أسامة. احنا يعني أكدنا على هذا المعنى بالتكرار لأنه الموافقة الأمنية يسأل عنها الجهات الأمنية إذا كان ده مناسب دلوقتي يلعب هنا أو ما يلعبش، ده من حيث المبدأ. المعترض يسأل الجهات الأمنية المسؤولة. رقم اتنين، هي المسألة بين الأهلي والزمالك، الأهلي والإسماعيلي، النادي الزمالك علاقته ايه بالمساله؟ الاسماعيلي عنده تعثر في المسابقه المحليه ان شاء الله يجتازها وان شاء الله يستعيد المكانه اللي يستحقها كفريق كبير، لكنه على الاقل حاليا لا يزاحم الزمالك وبعيد عن الاهلي علشان يدخل الزمالك طرف في ازمه هو ما هوش طرف فيها. اعلامي الزمالك معنيين جدا بالنفخ في هذه المنطقه، ليه الاهلي ما راحش يلعب في الاسماعيليه؟ يا سيدي الازمه امنيه والمانع امني من ساعه احداث بورسعيد. طب ليه الاسماعيلي جه يلعب مع الاهلي الدور الاول في القاهره في ملعب السلام؟ علشان رئيس لجنه المسابقات قال ان الدور الثاني الاهلي هيلعب في الاسماعيليه. ده كلام رئيس لجنه المسابقات. لما كان الاثنين يلعبوا في منطقه محايده راحوا الاثنين لعبوا في برج العرب. لا الاهلي الاسماعيلي جه القاهره والاهلي ما رضيش يعني يروح الاسماعيليه ولا غيره. هو ابسط حاجه اهم من ده يا باشمهندس، الناس دي مالها؟ لا ليها افرض هيقول لك ما هو انا بنافس ومن حقي ان انا انظر على الاخر. بس هو يعني هو برضه ما زال يشعر ان الاهلي بيهدد عشان اللي بيقول لك ابتعد وما ابتعدش. انما اللي انا عايز اقوله ان الاهلي والاسماعيلي لما اتحط الجدول اتحاد الكوره يريد ان يلعب الاهلي في القاهره والاسماعيلي في الاسماعيليه. ما قالش الاثنين في برج العرب. قال لك عايزين نرجع الماتشات كل واحد يلعب في ملعبه. الاهلي الدور الاول جاب الموافقه.
لو الاسماعيلي جاب الموافقه هنلعب في الاسماعيلي بس. لا الاهلي له علاقه ولا يستطيع حتى ان يبقى له راي في الموضوع. يعني هي الفكره ابعدوا الاهلي عن الاشكاليه دي. الاسماعيلي يريد ان هو ياخد يومين راحه بعد ما يرجع، هذا حقه. بالظبط. الاسماعيلي يقاتل من اجل ان يتاجل له المباريات، هذا حقه. لكن الاسماعيلي يريد ان يقول لهذا يكره الجمهور الاسماعيلي الاهلي علشان هو بيتاجل وانا لا، بيتاجل وانا لا، هذا مش من حقه. اه لان لا الاهلي طرف ولا الاهلي قال لهم زيادة. لو الاهلي ما قال لهم ما تاجلوش الاسماعيلي، بالعكس لو طلب راي الاهلي هيقول لهم لا الاسماعيلي عنده حق، واخد بالك؟ اه ملناش دعوه يا اخو، وانتم مالكوش دعوه اللي بتنفخوا بالظبط في النار. بالظبط. سيبوا يعني، لا لكم دعوه في اطار ايه؟ هل لجنه المسابقات تكيل بميكيلين وناقشتوها وجالكوا ردود؟ اذا كانت الردود دي تتفق واللائحه، مش من حقكم تتمادوا. بالظبط. اذا كان هي لا تتفق مع اللائحه، طلعوا لهم اللائحه اللي بتقول كلامكم غلط. بالظبط. بس الموضوع بسيط. الموضوع بسيط بس محتاج شيء من المسؤوليه بجد. اتمنى على كل الزملاء مراعاه ان احنا بنخاطب جمهور، بنصدر له معلومات غلط بمشاعر سلبيه قاتله جدا، شفتوا كانت نتيجتها ايه. ارجوكوا قليل من المسؤوليه، ارجوكوا. رغم كل هذه الاحداث ورغم كل هذه التداعيات، الاهلي يحتفل بابطاله ويكرم اصحاب انجازاته. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. رغم كل هذه الاجواء، الاهلي يسير بخطى ثابته جدا، بل خطى سريعه كمان ومتسارعه في كل الاتجاهات. شفتوا مجلس الاداره بعد كل هذا الجدل وكل هذا الصخب وكل هذه الادعاءات وكل هذه الاتهامات الباطله، لجنه التفتيش اللي جت من وزاره الشباب والرياضه برأت النادي فيما يتعلق باموال التبرعات. النهارده يصدر حكم نهائي من محكمه جنح مستأنف قصر النيل تبرئ مجلس اداره النادي الاهلي مما الصق به من اتهامات. ده النادي الاهلي. لكن كمان على الصعيد الانشائي، شايفين الخطه الانشائيه ماشيه ازاي في مقرات النادي المختلفه. في ملف كره القدم شايفين التدعيمات والافكار المبذوله والجهود الكبيره لبناء الفريق بقوه وبسرعه. في ملف النشاط الرياضي بدات المسائل باستمرار مع كل انتهاء مرحله تبان بطوله. كانت النتيجه هذا الاسبوع تتويج الاهلي بطلا لدوري مرتبط كره السله. الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي النهارده حرصوا على تكريم ابطال كره السله، ابطال دوري المرتبط يا باشمهندس. اهميه البطوله دي ايه؟ بالاضافه انها بطوله في بدايه موسم. ايوه. لفريق هو البطل واحتفظ بهذه البطوله. ايوه. انا شايفها مهمه على اكثر من محور. المحور الاولاني ان فريق كره السله ابتدى الموسم مش كويس. ايوه. بهزائم، لانه ايضا يعاني شان فريق كره القدم من اصابات مؤثره جدا. ثم يخوض، انت عارف مين كان في طريقه؟ زمالك. اتحاد. لا ده عشان يوصل للاتحاد اطاح بالزمالك والجزيره والجزيره ثم يعني القوى الكبرى. عشان يوصل للاتحاد. الاتحاد النهارده بيسموه فريق الاحلام، هو اقوى فريق دعم نفسه خلال الفتره اللي فاتت دي. فكل الناس متوقعه ان نتائج كره السله لن تحقق شيء. أيوة. والقلق كان في هذا الاتجاه واضح جدا. يستعيد النادي الاهلي بروح النادي الاهلي قدراته شيئا فشيئا فشيئا، مدعوما بايه بقى؟ بفريق استثنائي اللي هو فريق المرتبط 16 سنه. هي دي قيمه الانجاز بقى. الحقيقه لانه ولا هزيمه. الاهلي يا جماعه بطل دوري البنات والولاد، مش بس الولاد، كمان البنات واخدين بطوله الدوري. الولاد بقى دوري المرتبط، الميزه ان انت واخد الفريق الاول مع الفريق 16 سنه، فده الفوز بالمستقبل. انت مش بس بتكسب على مستوى الفريق الاول،
فريق اللي مميز جاي. جدا يعني مؤهل جدا للمستقبل وادالنا صوره مشرقه بتكمل الصور لما تشوف نتائج كره القدم على مستوى الناشئين عامله ازاي، في الكره الطائره عامله ازاي، حتى بكره اليد برضو المرتبط عامل ازاي. فانت ده معناه انك بصيتك للمستقبل او تخطيطك للمستقبل ماشي كويس. اهميه ولهذا نحتفي بيهم عشان نشجع هذه الالعاب انها تستمر، ونشجع المسؤولين ان هم يدوا مزيد من الجهد ومزيد من التضحيه ومزيد من التركيز. لذلك كل الجنود اللي هي اشتغلت في هذا الامر من حقها ان هي يعني تقدم. شفنا تغطيه كامله لهذا التكريم المستحق الحقيقه من قبل مجلس اداره النادي لابطال كره السله، ابطال دوري المرتبط، ابطال وبطلات كره السله في برنامج الاهلي الليله اللي سبقنا. لكن هنشوف دلوقتي المهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي متحدثا عن انجاز ابطال السله. محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يمكن بناكد على الفتره اللي جايه هي الاصعب، خلاص اللي فات زي ما بنقول عليه خلاص دخل في دولاب بطولات النادي الاهلي، لكن كلمه شكر طبعا توجهها لكل اللعيبه الجهاز الفني. حابب تقول يا محمد بيه؟ لا الحمد لله، يعني احنا النهارده يعني بنبقى سعداء وفخورين جدا بلعيبه النادي الاهلي، والباسكت يمكن من الالعاب اللي ماشيه بشكل قوي الفتره الاخيره، يعني سواء على مستوى الرجال او مستوى السيدات، محققين بطولات يعني وكمان مباريات على مستوى فعلا روح النادي الاهلي واصرار النادي الاهلي. ببارك لهم. كمان الشباب الصغيرين ما شاء الله والبنات الصغيرين ما شاء الله، يعني شالوا كتير في البطولات دي، وهو ده بقى الواحد يعني بيامل فيه خير للمستقبل، ان هم دول اللي هيشيلوا ان شاء الله اسم النادي الاهلي. احنا مطمنين على مستقبل الاهلي معاهم، وكل الدعم يعني لفرق الباسكت وكل فرق النادي يعني مختلفه، ده اقل حاجه نقدر ان احنا نكون بنساندهم ومعاهم النهارده ونبارك لهم. يعني دور الجمهور الفتره اللي جايه كبير، دور الدعم كبير، المجلس بيشتغل، القطاع النشاط الرياضي بيشتغل، لكن الدور كبير خلال الفتره اللي جايه لجمهور النادي الاهلي. طبعا طبعا، ده دايما جمهور النادي الاهلي هو السند الحقيقي وهو المصدر القوه، يعني اي حد بيحب ان هو يكون متواجد داخل النادي الاهلي وبيلعب بروح النادي الاهلي بيستمد ده من الجمهور، يعني لو الجمهور ده مش موجود ولا الروح دي هتبقى موجوده ولا النجاحات دي هتبقى موجوده. وهم مش محتاجين كلام، يعني هم على قدر المسؤوليه دايما. يعني شكرا جدا يا محمد، ربنا يخليك، شكرا. طبعا ده راي وسعاده واطمئنان الشباب في مجلس اداره النادي الاهلي على الشباب في قطاع الباسكت، في قطاع مش الباسكت بس، في قطاع الفرق الرياضيه في النادي الاهلي. طايره باسكت بنات رجال ماشيين كويس. لكن الاداره التنفيذيه بقى، ما ده لكن الجهد اللي بيكمل هذا النجاح ما يتوفره الاداره التنفيذيه من اسباب نجاح للفرق الرياضيه. نشوف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. معالي طبعا عميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ببارك لك كالعاده انتصار ورا انتصار، الالعاب الجماعيه وكره القدم قادمه بشكل كبير. الاول الفرحه دي والمسانده الكبيره من كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، حابب تقول ايه في البدايه يا محمد بيه؟ طبعا ببارك لهم والف مبروك، وده بيبقى مجهود دايما والناس بتتعب، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيكرم يعني بيكلل المجهود والتعب اللي الناس بتتعبه. كفايه اولياء الامور اللي موجودين، وكفايه الناس بتبقى عندها اشغالها وبتيجي عشان ترفع اسم النادي الاهلي وبتلعب عشان خاطر النادي الاهلي. الحمد لله طبعا ببارك كابتن رفيع عبد القادر، يعني ثقه مجلس الاداره النهارده في التجديد للنشاط الرياضي عشان الحفاظ على استقراره، وفي نفس الوقت التدعيمات اللي عملها خلال الفتره اللي فاتت بتبان اثارها النهارده، ويمكن كان رهان كبير جدا الناس كانت بتبقى مستعجله، ولكن الحمد لله رب العالمين خطوات بتبان واحده في واحده، وان شاء الله كل ما يبقى فيه استقرار كل ما هيبقى فيه انتصارات، والنادي الاهلي برضه يحافظ على انتصاراته بصفه مستمره. عارف ان مجلس الاداره في كل الاتجاهات، نشاط رياضي، ملفات اداريه، ملفات انشائيه، قطاع كره القدم، تلاحم كبير جدا وضغط كبير جدا، لكن الناس مش حاسه بالكلام ده يا محمد. لا والله الناس بتحس والناس بتقدر، وجمهورك بيقدرك كويس جدا جدا. يمكن جمهور النادي الاهلي بس اللي يمكن من 2004 في اجيال ما شافتش النادي الاهلي غير بيكسب بس، وهو ده اللي بقى عيب النهارده على اي اداره هتبقى موجوده في النادي الاهلي، اللي هم اتعودوا على المكسب بس وده حقهم. والنهارده كل اداره هتبقى موجوده يبقى عندها تحدي، اللي هي لازم تقدم الافضل، لازم تقدم الافضل في كل حاجه، على مستوى الاداره التنفيذيه، على مستوى اداره النشاط الرياضي، على المستوى كل الادارات بتاعتك، لازم يبقى النهارده بتضليك بطموحات الجمهور اللي عايزها النهارده معاك. جمهور النادي الاهلي انت عارف عامل ازاي، وهرجع اقول تاني، جمهور النادي الاهلي هو جماعه عموميه النادي الاهلي، هو جمهور النادي الاهلي، هو كل واحد بيحب النادي الاهلي، مفيش فرق بين جمهور النادي الاهلي ولا اي يعني، محدش ينجح اللي هو يفرق بين جمهور النادي الاهلي
فده قطاع عريض وهو متعود على الانتصارات. وطبعا الفوز دايما بيبقى ليه فرحه، فربنا يكرم ويوفق كابتن رفعت عبد الله في النشاط الرياضي والجهاز وباذن الله الفتره اللي جايه، ودايما يبقى في انتصارات باذن الله. اخيرا كابتن بيبو قال اللي حققناه خلاص دخل في التاريخ، لسه اللي جاي اصعب. رساله محمد بيه مرجان ايه لكل النشاط الرياضي، لان لسه المرحله اللي جايه اصعب بكتير. شوف ما هو الكلمه دايما اللي الكابتن بيقولها، الانتصار اللي اتحقق خلاص ده اتحط في الدولاب، هتعمل ايه الفتره اللي جايه؟ هو ده زي بالظبط النهارده انا لسه برضو كنت بقول، يمكن النهارده كان مجلس الاداره الملف الاهم في مجلس الاداره هو التجديد للمديرين. الحمد لله انا يعني نلت شرف اللي انت المجلس بيجدد فيك الثقه تاني، طبعا ده عيب. فانا بقول برضو لزمايلي من على راسهم الاستاذ اللي هو حسن مسعود واللي هو الفيشاوي وخالد مرسي اخويا، بقول لهم النهارده سنه عدت عملنا فيها اللي حصل خلاص بمجهودها بتعبها، طب السنه الجايه احنا هنقدم ايه جديد؟ هو ده اللي هنقعد ازاي نحافظ على ثقه مجلس الاداره، ازاي نحافظ على ثقه الجمعيه العموميه، ازاي نحافظ على ثقه جماهيرنا. هو ده لود ومطلوب، بس هو في الاول وفي الاخر شرف لاي حد يبقى موجود في النادي الاهلي، وربنا يوفقنا ودعواتكم ان شاء الله. سيما تعلق ان شاء الله يا محمد. ربنا يخليك، شكرا. طيب راي مجلس الاداره، راي الاداره التنفيذيه في هذا الانجاز وصناعه، رأي الكابتن رؤوف عبد القادر اللي أشاد به العميد محمد مرجان. نشوف الكابتن رؤوف مدير النشاط الرياضي عن بكورة بطولات الموسم. كملي دلوقتي كمان كابتن رؤوف، ببارك لك الأول تجديد الثقة كالعادة كابتن رؤوف، أحد القامات الكبيرة جدا في الرياضة وفي الكرة الطائرة، مزيد من الإنجازات الفترة اللي جاية، وببارك لك كابتن رؤوف في البداية على تواجدك من جديد في النادي الأهلي، وأيضا كمان على الإنجاز الكبير اللي حققه كل أبنائنا وبناتنا في النادي الأهلي. الله يبارك فيك. ألف مبروك لأولادنا وبناتنا النهاردة، ودي عائلة النادي الأهلي. أنا فرحان، الجو العام اللي احنا فيه بعيد عن أي حاجة بيمثل عائلة النادي الأهلي. كبير العيلة، رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة، كلهم في تلاحم جميل، حب متبادل، ما فيهوش تمثيل، ما فيهوش إعداد، ما فيهوش أي حاجة، بيعبر عن حب اللاعبين لمجلس اداره ناديها وناديها، وحب مجلس الاداره للاعبين في نفس الوقت. بقول ان احنا في اسرع وقت خلاص، يعني ده بدايه موسم، صحيح بطولات غاليه اللي حققناها، ولكن يعني من اللحظه دي احنا بنوقف افراحنا، مفيش حاجه، احنا قدامنا اهداف كبيره في الباسكت، لسه الدوري بتاع المعترفين، لسه الكاس، في بطوله افريقيا للرجال، بالنسبه للانسات لسه الدوري والكاس، التنس الطاوله عنده لسه بطولات. فالحمد لله احنا النهارده كده احتفلنا بكل حاجه يعني، واللفته بتاعت مجلس الاداره ان في اسرع وقت، يعني لسه النهائي خلصان لسه اول امبارح، كان حريص النهارده في تواجده مع فرقه، ولكن احنا بنقول بنكتفي بهذا القدر، وربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله. شكرا. عجبني النهج بقى. اقفل الصفحه، عندنا بطولات لسه، خلاص خدنا احتفلنا انتهى، دي حاجه. اللي جاي اهم. للامام انظر. الامام انظر والاهم. والاهلي يستعد لافريقيا، يعني تعاقد مع لاعب امريكي، ارجو ان يكون اضافه يعني تساعد برضو زي الموسم الماضي لما كسبنا افريقيا وكان برضو في مساهمه من اتنين امريكان معانا. لكن الحقيقه ان في مجهود، انا اثق في رؤوف، يعني بيعمل مجهود، وابن الرياضه وابن صحيح. يعني رؤوف عبد القادر عنده رقم اعتقد انه في موسوعه جينيس اللي هو 18 بطوله افريقيه، بطولة أفريقية متتاليه مع الكابتن رؤوف، حاجه مش ممكن يعني. صحيح. اعتقد ان هو يعني التجديد له كمان في التوقيت ده كان مستحق. قرار موفق مستحق. طيب صناع الانجاز بقى على الصعيد الفني والصعيد الاداري، الكابتن اسلام علي المدرب العام والشريف علي الاداري، نشوف رايهم اخين المرتبط. لا مش اخين. علي انا ببارك لكم طبعا على المجهود الكبير، انا عارف الضغوطات والتلاحم والصعوبات الكبيره اللي بتقابلكم وبتقابل كل فرق النادي الاهلي، لكن الفرحه حلوه، الدعم من كابتن محمود الخطيب او مجلس الاداره بيقول لي شكل تاني خالص يا كابتن اسلام. طبعا ودي مش حاجه جديده ولا غريبه، احنا متعودين على كده الحمد لله، بقى لنا الجهاز بقى لنا 4 سنين ودي الرابعه، كل سنه بطوله او اتنين، وان شاء الله مكملين على كده، وكل سنه بيحصل احتفال حتى لو بسيط لكن جميل، وبيبقى دافع وحافز كبير للي جاي، واحنا الحمد لله انبسطنا وفرحنا واحتفلنا وتمام،
قفلنا خلاص صفحة البطولة دي. عندنا من يوم الحد بطولة جديدة كاس مصر، ان شاء الله نفرح بها تاني ونحضر، ووعد ان شاء الله ان احنا هنقاتل، لان دي الروح اللي احنا متعودينها من الفرقة. الفرقة رجالة رجالة، وانا يعني عايز اقول يعني جزئية في الكلام ده، تعرضنا فعلا موقف صعبة جدا في الماتش ده، اصابات بالجملة، اتنين لعيبة مؤثرين جدا زي رامي جنيدي والجمال ما كانوش موجودين في الفاينل. شكرا. كسبنا من غيرهم فرقة كبيرة، ده بيدلش غير على ان فرقة رجالة، وساعة المواقف الصعبة بيبانوا. وقبليها ماتش الزمالك كنا محتاجين ماتش مهم وكسبناه، ماتش سبورتنج ماتش مهم محتاجين وكسبناه، بغض النظر عن الهزائم الصغيره الغير مؤثره، احنا بندير الفرقه بالتارجت، يعني احنا عايزين نكسب البطوله، فبنبذل كل مجهود على الماتش اللي يجيب لنا البطوله. خساره او اتنين مش مهمه، مش ودي انا رساله بوجهها لكل جمهور النادي الاهلي اللي زعلان من خساره معينه او خسارتين، مش مهم يا جماعه. الباسكت مفيش فرقه بطل ما بتخسرش في جيم واتنين وتلاته، الاهم البطوله، الاهم المركز الاول، اهم الكاس، وده كان هدفنا، وان شاء الله تبقى بدايه البطوله دي بدايه الموسم للبطولات الموسم ده ان شاء الله. كابتن شريف ببارك لك. كابتن شريف مجهود كبير خلال الفتره الماضيه والفتره اللي جايه، مطالبين كمان بمجهود اكبر ان شاء الله مع فريق كره السله، لكن بتشوف الدعم، بتشوف المسانده، بتشوف حضور النهارده مجلس الاداره، ويمكن حاجه بسيطه جدا لكن ليها مردود كبير عليكم وعلى اللعيبه. كابتن شريف والله دي بتحملنا مسؤوليه الحمد لله. طبعا في يعني بدايه كده بنقول الحمد لله والف مبروك على البطوله الجميله دي، بنشكر مجلس الاداره وبنشكر كبير بيت العيله. طبعا هو قال اللفظ ده لفظ جميل عجبني قوي، احنا بيت عيله، وهو كبرنا في حضوره وفي حضور كابتن عمرو واعضاء مجلس الاداره. فعلا دي حقيقه، هم مش مقصرين معانا في اي حاجه. انا عايز اقول لك ان كل طلباتنا او كل طلبات المدير الفني في دعم في لعيبه اجانب الحمد لله، ودايما في انا عايز اقول ايه، ان الموضوع ده مع كابتن رؤوف كمان بالذات الموضوع مثمر جدا، على طول بيسمع لطلبات الفرقه، والحمد لله رب العالمين. كل ده بقى المنظومه اللي احنا بنتكلم عليها، المنظومه الاداريه دي الناجحه اللي ادت ان احنا نوصل لاول بطوله في الموسم ده. الحمد لله ربنا كرمنا، احنا بقى لنا زي ما بيقول اسلام كده 4 سنين كل سنه بناخد بطولتين من ثلاثه في ظل منافسه 6 7 فرق، يعني كل فرقه انت ما بتبقاش عارف مين اللي هيكسب. الحمد لله ده انجاز ان احنا بقى لنا 3 سنين منتظمين ان احنا بناخد وبنقتنص من كل 6 7 فرق دول المنافسين تاخد بطولتين من ثلاثه، فدي حاجه جميله جدا جدا تحسب للجهاز، والحمد لله مستمرين. وحفله النهارده حفله جميله جدا، حاجه تدينا دافع ان احنا نستمر، لسه عندنا افريقيا، عندنا كاس مصر، عندنا دوري السوبر. اعتقد ان دي هتحمل اللعيبه مسؤوليه، ان انت بتكسب في المجلس الاداره وراك وجاي بيحتفل بيك. انا عايز اقول لك يعني حاجه جميله جدا، انا مبسوط جدا ومبسوط وفرحان في وجود كابتن الخطيب كابتن عمري وجميع اعضاء مجلس الاداره، حاجه جميله بشكرهم، ونتمنى يعني يبقوا في ظهرنا كده دايما على طول، وده بيدينا حافز وقوه ان احنا نستمر ونحقق بيها بطولات ان شاء الله. مبروك يا كابتن. الله يبارك لك يا كابتن كريم، شكرا لزوجك. شكرا. اثنين من يعني اميز اللاعبين في كره السله في النادي الاهلي، والاثنين واحد اسلام كان بلاي ميكر جميل وبيلعب برضه الرميات الثلاثيه من الاجناب، حاجه مميزه جدا. شريف علي ده واحد من الناس اللي يعني يتحط على الجرح يطيب، زائد انه كان لعيب كبير جدا، زائد انه كان في الرميات الثلاثيه حاجه هائله يعني. وشوف طريقه كلامهم، شوف طريقه امتنانهم بزملائهم، يعني الواحد بيفرح لما يشوف النماذج دي مسؤوله في النادي الاهلي. شوف طارق خيري، انا اذكر ان انا لما الاهلي جابه من مركز شباب الزقازيق الشرقيه، كان الاهلي بيلعب في الدوره المجمعه وكانوا في اسيوط، وانا كنت بغطي الدوره دي وانفردت بخبر المفاوضات معاه، واخد بالك؟ ساعتها الاهلي جابه بلاي ميكر واعد جدا من مركز شباب الزقازيق، وكان ماسك الاهلي المدير الفني كان الراجل بتاع الزمالك اللي كان مسك العلاقات العامه في الزمالك بعد كده. تحسين ولا لا؟ مش تحسين عثمان، مسك الدرجه الاولى في الاهلي فتره في المرحله دي، وبعدين هو ابن الزمالك وراح الزمالك، وكان الكابتن صالح بيثق فيه على فكره. حاجه غريبه الباسكت بول دي. كابتن طلعت جنيدي مرن فيه. بس طلعت تقدر تقول انه من يوم ما بطل بقى اهلاوي، لانه زوجته كابتن نادي الاهلي في كره الطايره، واولاده رامي وشريف، كابتن عادل شرف، عادل شرف وسامي شديان، يعني كل دول كان كابتن عادل شرف مدير فني للاهلي،
وكان الدكتور سعيد سليم مدير فني للزمالك، وكان اللي هو حسن عمران رئيس الاتحاد، وجه مرة في النادي الاهلي في السيدات، والاهلي ضم وقتها انا فاكر ضم طارق خيري من مركز شباب الزقازيق للنادي الاهلي عشان يتالق بس طارق خيري، عايز اقول حاجه، يكسب البطوله والمفارقه، ابنه بيلعب في البطوله بتاعه 16، يعني هو المدير الفني للفريق الاول وابنه ولعيب كويس قوي وطويل مش زيه. صحيح. هو كان بلي ميك. بص المفارقه الجميله بقى ان عبر السنين دي كلها لم تتحقق بطولات للنادي الاهلي غير بطوله واحده جابها طلعت جنيدي. ايوه. ها ايوه. وكل البطولات اللي تحققت بعد كده بولاد النادي بدايه من اشرف توفيق. اشرف توفيق وقبليه النمر عبد العزيز النمر خد بطوله المنطقه. ايوه. ودي كانت بدايته. والمنطقة يعني ايه؟ يعني جزيرة ومش عارف ايه، فرق يعني مش قوية مش سهلة. وزمالك لعب يعني بتستثني زمالك. فأنا بقول لك طارق خيري بقى هو يمكن أكثرهم حظا، ونبيل بخيت جاب بطولات، وأشرف توفيق طبعا أشرف توفيق ما أنا بقول لك. صحيح. في طفرة حصلت مع أشرف كملها نبيل و لفترة قصيرة. وبعدين طارق خير الحقيقة كمل لفترة طويلة. طيب من بطولة إلى بطولة تستمر التحديات، لكن ماذا ينتظر الأهلي غدا في قرعة دور الأبطال؟ مين ممكن ينافس الأهلي؟ التصنيف ماشي إزاي؟ توقعاتنا للقرعة ممكن تكون إزاي؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بكره الجمعه ان شاء الله يجري الاتحاد الافريقي قرعه دور المجموعات اللي هو دور ال 16 دلوقتي على النظام الجديد اللي اتطبق من السنه اللي فاتت، اللي تاهل 15 فريق بالاضافه الى الترجي كحامل اللقب. ال 16 نادي هيقسموا الى اربع مجموعات، كل مجموعه فيها اربع فرق علشان يلعبوا ذهابا وايابا، ويصعد اول وثاني لدور دور الثمانيه اللي بيتلعب بخروج المغلوب. إذن غدا إن شاء الله قرعة دور الثمانية أو دور الستاشر لدور الأبطال الساعة 6 مساء في القاهرة، ثم قرعة دور الستاشر المقرر للكأس أو كأس الاتحاد الأفريقي المعروفة بالكونفدرالية. هيحضر القرعة رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة المسابقات في البطولتين ومندوبي الفرق المشاركة في البطولتين، وهيمثل النادي الأهلي في القرعة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ويكون معاه المهندس سمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الأهلي. عارفين حضراتكم الفرق المتأهلة علشان نفكر حضراتكم بيها، هي الفكرة كلها التصنيف الأول، هيتحط الأهلي على رأس مجموعة، مازيمب الكونغولي المتصدر، والمتصدر مش للتصنيف القاري كله، متصدر لتصنيف الأندية المشاركة عن الخمس مواسم الأخيرة. الاتحاد الأفريقي بيعمل نقاط للفرق المشاركة حسب نتائجها في المواسم الخمس الأخيرة. في الخمس سنوات الأخيرة مازيمب الكونغولي اللي انت وصلت ثلاث مرات ولم يحالفك الحظ انك تكسبها. بالظبط. لو كسبتها مرة واحدة كنت هتبقى انت المتصدر. فمازيمبي عنده 66 نقطة، الأهلي عنده 62 نقطة، الوداد المغربي عنده 51 بطل النسخة الماضية، والنسخة الحالية الترجي بطلها لكن عنده 45 نقطة فقط. إذن مازيمبي، الأهلي، الوداد، الترجي، الأربعة على رأس مجموعة كل منهم، ويبدأ بعد كده يعمل القرعة بين فرق التصنيف الثاني، فيرمي على كل مجموعة فرقة من فرق التصنيف الثاني. مين اللي ممكن يقع مع الأهلي من التصنيف الثاني؟ سان داونز الجنوب أفريقي عنده 40 نقطة، فيتا كلاب الكونغولي عنده 29 نقطة، الحرية الغيني عنده 19 نقطة، والأفريقي التونسي عنده 12 نقطة. يعني الأربعة دول واحدة منهم هتلعب مع الأهلي في المجموعة. هل يا ترى هو سان داونز ولا فيتا كلاب الكونغولي ولا الحرية الغيني ولا الأفريقي التونسي؟ واحدة من الأربعة هتيجي مع الأهلي، وكل فرقة منهم هتتوزع على بقية المجموعة. واربع فرق تقيل قوي. تقال. خدوا بالكم يعني حتى الحرية الغيني يخسر 3-0 في ليبيا ويكسب 6-2 في أرضه. صحيح. بعد كده لغاية النهاردة، لغاية الآن، الاتحاد الأفريقي ما حسمش
فرق التصنيف الثالث والرابع، لانه تقريبا اللي في بقيه الفرق ما عندهمش افضليه كتير عن بعض، ما عندهمش نقاط في الخمس سنين الاخيره. فالاتحاد الافريقي حتى الان لم يحسم معيار معين للتفرقه بين فرق بقيه الفرق عشان يقول مين في التصنيف الثالث ومين في التصنيف الرابع. الفرق اللي موجوده يمكن اسك الايفواري بس عنده 8 نقط ونص، واورلاندو بيراتس الجنوب افريقي عنده 8 نقاط. دول الاثنين من الثمانيه اللي ممكن عندهم مؤكد فرصه ان يكونوا في المستوى الثالث. اسك واورلاندو بيراتس الجنوب افريقي دول الاثنين في المستوى الثالث. طب مين الاثنين التانيين اللي هيكملوا معاهم المستوى الثالث والباقي يقعد في الرابع؟ الرياض القسنطيني وشبيبة الثورة، الثورة بالسين مش الثورة، الثورة بالسين ده فريق جزائري اسمه شبيبة الثورة، الاثنين من الجزائر. الرياض القسنطيني وشبيبة الثورة الاثنين جزائريين جداد او وجوه جديدة على البطولة. طبعا في سيمبا التنزاني وفي الاسماعيلي، اول نادي مصري رفع بطولة افريقية في 70 الاسماعيلي موجود، ولوب ستارز النيجيري وبلاتينيوم بطل زيمبابوي. اتنين منهم هيضافوا الى الاسك واورلاندو عشان يكملوا رباعي المستوى الثالث اللي هيتوزع على بقيه المجموعات، والباقيين الاربعه الباقيين هيكونوا في المستوى الرابع، هتجرى بينهم قرعه ايضا يتوزعوا على بقيه المجموعات. ده هتسفر المساله عن الاهلي معاه ثلاث فرق من الفرق ديت، كل نادي من دول معاه. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي يوم 11 يناير على طول، يعني بعد 12 13 يوم من دلوقتي هيبدا المشوار الجديد في دوري ابطال افريقيا بالنسبه للاهلي والفرق هذه المجموعات. بالظبط يوم 11 او 12 يناير المقبل هتتلعب مباراه الجوله الاولى، بعدها باسبوع فقط هيتلعب 18 و 19 يناير الجوله الثانيه. طبعا مش معروف مين هيلعب مع مين وبره ولا جوه، انتظارا للقرعه بكره يا باشمهندس. ما هو الكلام على القرعه يبقى كلام سابق لاوانه. اسمها قرعه يعني ايه؟ يعني ما حدش عارف مين غير الاربعه اللي على قمم المجموعات، هم اللي معروفين توزيعهم في المجاميع ايه، الباقي كله قرعه. طيب فرق العيار التاني، واحنا بس نتمنى عشان فرص الناديين المصريين المشاركين تبقى زياده ما نقعش احنا والاسماعيلي في مجموعه واحده، بحيث يحفظوا. وان كان حتى وقوع ناديين من دوله واحده في مجموعه واحده صحيح انه بيخلق منافسه بينيه محليه، لكن بيبقى لها ميزه انه وفر على الفرقتين رحله السفر. بالظبط. رحلتين بالظبط. فبالتالي فيها ميزه. انما البطوله السنه دي قويه جدا، يكفي ان انا اقول لحضراتكم هذا الدور فيه 9 أبطال. شوفوا ال 16 فريق اللي تأهلوا لهذا الدور 9 منهم سبق ليهم إحراز اللقب الأفريقي. فبصوا يعني الأهلي بينافس 8 أبطال. فالمسألة ليست سهلة على الإطلاق. الأهلي نادي القرن في القارة، فاز بدوري الأبطال 8 مرات، 82 87 2001 2005 2006 2008 2012 واخر مره 2013، وتستعصي الاميره على الملك في الجوله او النسختين الاخيرتين. مازيمبي الكونغولي عنده 5 بطولات في دوري الابطال، هو الاقدم لانه من المفارقه انه مازيمبي ده هو الانجلبير، بس كانت الدنيا غير الدنيا لما مازيمبي كان هو مازيمبي كان اسمه الانجلبير، ولا زئير كانت هي زئير، فضلت هي زئير لأنها بقت الكونغو الديمقراطية. فالإنجلبير بطل زئير هو مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية حاليا. اتغير اسم الدولة لكن مازيمبي الناس عرفته باسم مازيمبي، لكن هو الإنجلبير اللي الإسماعيلي توج على حسابه بأول لقب لنادي مصري في النهائي الشهير في 70. فبالتالي الاثنين موجودين هذا العام في استعادة جديدة لهذا التاريخ الكبير. مازيمبي عنده 9 او 5 القاب في 67 و68. طبعا لما لعب الاسماعيلي في نهائي 69 كانت المساله انه حامل اللقب مرتين ورا بعض 67 و68. كان لو كان كسب الاسماعيلي كان هيشيل الكاس، كان احتفظ بالكاس.
رجع غاب غيبة طويلة جدا. الإسماعيلي جرده من اللقب في 69-70 علشان يظهر تاني مازيمبي في 2009، يتوج في 2009 و2010 و2015، وعارفين ان هم من الفرق العافية جدا في القارة اللي عندها حتى قدرات مالية كبيرة، لانه مالك النادي واحد من اهم تجار الماس في الكونغو الديمقراطية، فعندهم قدرات اقتصادية عالية جدا. الوداد البيضاوي المغربي طبعا حضراتكم عارفينه، رفع الكاس مرتين في 92 و2017 واللي كانت على حساب الاهلي. الترجي حامل اللقب الحالي، عنده 3 القاب في 94 و2011 والاخيره في 2018. التصنيف الثاني يا باشمهندس لانها فرق لا يستهان بيها، فرق سبق ليها الحصول على اللقب، سان داونز الجنوب افريقي رفع الكاس في 2016، الافريقي التونسي العتيد عنده لقب من 91، وفيتا كلاب الكونغولي عنده لقب من 73. دي خريطة دوري الأبطال. القرعة هتتعمل زي ما قلت لكم بكرة إن شاء الله الساعة 6 مساء بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وبعديها هتجرى أيضا قرعة الكونفدرالية. الكونفدرالية ده مش دوري مجموعات، الكونفدرالية عبارة عن 16 نادي اللي خرجوا من زي جيما مثلا أبا جيفار الأثيوبي اللي خرج قدام الأهلي، وزي القطن الكاميروني اللي خرج من الإسماعيلي. الستاشر اللي خرجوا من دور الأبطال راحوا الملحق بتاع الكونفدرالية عشان يواجهوا الستاشر اللي تأهلوا، اللي منهم الزمالك اللي تأهلوا لهذا الدور بعد اجتياز دور الـ32. النجم تأهل أوتوماتيكلي باعتباره الأعلى تصنيفا، معاه 15 فريق تأهل لهذا الدور عشان تجرى بينهم القرعة البينية، يتلعب ذهاب وإياب، يخرج المهزوم ويصعد 16 فريق تتعمل بينهم قرعة جديدة لدوري المجموعات في الكونفدرالية. بالظبط. إذن ممثلي مصر في بطولة دوري الأبطال الأهلي والإسماعيلي، ممثلي مصر في الكونفدرالية أصبح الزمالك، مين حد ما فيش خلاص حد خرج المصري، فأصبح الزمالك لوحده في الكونفدرالية. كل التوفيق بإذن الله للأهلي إنه تكون القرعة وإن بإذن الله خادمة للفريق. مفيش الفرق كلها زي بعض، لكن الفريق اللي لا بيدخل لا. بطموحات التتويج عنده دايما وأبدا استعداد لمواجهة كل الفرق. إبراهيم السنة دي الأهلي والترجي كانوا مجموعة واحدة، صحيح، ولعبوا الفاينل مع بعض. دي المجموعة اللي كان بيقول لك سهلة والكرة الباردة والكرة السخنة. طيب، صفقات من هنا وهناك وكلام كثير حول تدعيمات الأهلي. هقول لحضراتكم الفكرة إيه. دايما يا باشمهندس وانا تناقشت معاك في هذه المساله، برغم خط العمل في التفاوض في الاهلي بما فيه من سريه، الا انه يتلاحظ المواقع والبرامج تجزم بارقام تعلي في قيم وترفع في سقف الطموحات جدا. هل انها بعد كده هدفها تصدير نوع من الشعور السلبي ربما بخيبه الامل لدى الجماهير، أو إشعار الجماهير بأن شيئا حقيقيا لم يتم؟ الاثنين طبعا. بالإضافة إلى طبعا الغرض التقليدي لأي إعلامي أنه عايز يعمل سبق. لكن والإعلام هنا قد يكون في معظمه مظلوم. لأن ده شغل ناس مسربطية، بعضهم وكلاء، بعضهم ناس أصحاب اللعيبة، بعضهم يعني مسؤولين عايزين يعني يروجوا حاجة. إنما طول عمري أنا أقول لك يا أستاذ إبراهيم، حتى لما تسألني، عشان كده أنا بتحفظ، أنا ما بحبش أتكلم. لا أثق إن فيه صفقة تمت إلا لما بفكرنيها مع الكارنيه، مش العقود اتمضت كمان. إن يطلع الكارنيه ويبقى لاعب خلاص في قائمتك، هنا تقدر تقول أنجز فلان صفقة انتقال، مش فلان نادي يعني، صفقة انتقال فلان إليه. لأن ممكن تفاجأ في أي ثانية بشيء ما أنتش عامل حسابه. جزء منها مثلا كشف طبي، ممكن كشف طبي يخذلك، ممكن يطلع فيه شرط الواحد بعيد له حاجة علاقة بالموضوع، علاقة بالموضوع، يبتدي يقول لك فين أنا. فأنت
لا تثق ان في صفقه تمت الا بعد صدور البطاقه. ولذلك هذا ما يفعله الاهلي. هيجي يقول لك انت ما بتعلنش ليه رغم ان مصر كلها كتبت ومصر كلها عارفك؟ ما انا ما اعلنش لان مش معنى ان في اعلان حقيقي او في حد طرف من الاطراف اعلن شيء واقعي ان الشيء اكتمل، لم يكتمل القمر ضن، لم يكتمل البدر قمرا الا بطلوع البطاقه. انت منور والله. فانا عايز الناس تاخد الامور بهدوء. ثانيا، هي ليه الصفقات بقت عامله كده؟ هو ايه المسابقه الغريبه قوي دي؟ هو ليه الابطال اللي بيعمل من خلال الاعلام بيظهروا انهم اهم لعيبه في مصر؟ وبعدين لما تيجي تقيم ممكن تلاقي عندك في فريقك زيهم او ما يفوقهم وبتنتقدهم. وبعدين اول ما يخشوا فرقتك تبتدي تحس ان ايه احنا باين استعجلنا ولا ليه كده؟ عشان كده من اسمها غلط صفقات. مفيش حاجه اسمها صفقات، انتقالات. صفقه دي لما تكون عامل حاجه يعني حته ارض صعبه قوي وبثمن خيالي وتحقق منها دي صفقه معامله قويه يعني. وكسبت منها مبلغ كبير مش عارف ايه. انما مش كل انتقال بقى صفقه. وبعدين الاعلام يقول لك فلان 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 فلان. انت لم تصرح بشيء وتتحاسب على ما يكتب. انت مش عايز تدفع ليه؟ حد يقول لفلان كده اهو فلان ده عشان يتعامل مش عارف ازاي وصل لايه. طب هو وبعدين يبتدي يتقال فشل ويكون الموضوع اصلا ليس في اهتمام الجهاز الفني، لم تكلف، لم الحوار ما دارش اصلا، او احيانا تليفون بين اتنين مسؤولين يستطلع لان بيبقى فيه اولويات. عندكم استعداد تبيعوا فلان؟ لو اتقال لا ما خلاص يبقى فشل المفاوضات. لا ما مش فشل المفاوضات، النادي بتاعه محتاجه. طيب انا طب ما انا سدهوني وانا ادي لك بداله وادي لك مبلغ وادي لك ايه، تبتدي تحط حلول فيبتدي يسمعك وبعد شويه الحلول ما توصلش لحاجه فشلت المفاوضات. لا، كل نادي بيسعى لمصلحته. فعشان كده انا لا اؤمن يا استاذ ابراهيم بالمفاوضات على الهوا. ولذلك احسن حاجه ان اللي بتعمله الناس تشوفه بعد ما يخلق بعد ما يطلع الكرنيكا. انا دايما بتحضرني واقعه ما اعرفش انت تذكرها ولا ما تذكرهاش. من حوالي 7-8 سنين حد من الزملاء الاعلاميين قال لي انا بقالي فتره ما بروحش النادي ومش عارف اشوف المهندس عدلي. فوالنبي في ترشيح للاعب قعد يقول لي فيه شعر ومعايا على سي دي واحد مديهولي يا ريت توصله له. قلت له انا يعني ما بحبش ابدا اتدخل في المنطقه دي خالص. قال لي معلش بس انت وصل له المهندس عدلي. كان الفريق بيرتب اجراءات سفر ومعسكر اعداد، كان الكابتن حسام البدري ومعاه الكابتن هادي خشب مدير كوره، وانا عندك وكان معانا الاستاذ احمد السعيد كان مسافر ساعتها معاهم. انا ليه في واقع ده؟ لانه اديتك السي دي قلت لك فلان الفلاني بعته عشان تشوف بيقول فيه لاعب من كولومبيا طلقه كبيره جدا. خد المهندس عدلي السي دي وبعته مع الراجل بتاع المكتب، وصل ده للكابتن هادي يتفرجوا عليه وهم بره ويبقى يكلموني. فلقيت قدامه كمه جرايد متنعكشه كده، فجورنال من الجرايد التابلويد الرياضيه الخاصه لاحد الزملاء المنشط بتاعه خناقه بين الاهلي والزمالك على ميسي كولومبيا. فانا مسكت الجورنان لفت نظري الاسم. الله، ده اللي في السي دي اللي ما حدش لسه اتفرج عليه. انا فاكر وقتها وانا بكلمك دخل الاستاذ احمد عباس المحامي وهو وكيل لاعبين وفتح اللاب توب بتاعه على بيانات رئيس نادي الزمالك عرف ان الاهلي قطع شوط كبير لضم هذا اللاعب، وان ده بيوصف انه ميسي كولومبيا، وانه في خناقه كبيره عليه، وان الزمالك رفع السعر، وقصه مكتوبه ومنسوجه بحبكه جامده قوي، والراجل لسه واخد السي دي مني من دقيقتين. فمن ساعتها وانا دايما
استشهد بالمساله ديت انه من يقود سوق الانتقالات في مصر الوكلاء عن طريق اعلاميين. ايوه يعني نصب خناقه من قبل الاسبوع الماضي ده نقله لعيب استغناء فلان تصل للاهلي كده تصدق والله العظيم من المخوله والتاكيد رحت مكلم الكابتن سيد عبد الحفيظ قلت يا جوز هو راح خلص حاجه بسرعه طقت في دماغه ان الاستغناء وصل ده خلاص مش بيقولوا تفاوض او اقترب او استغناء كذا ينتقل كذا انت خلصت فلان اهلي يا كابتن عادل فلان ايه خالص مفيش لم يحدث هذا الحوار من اساسه فانا قلت له انا مستغرب يعني ربما انت تكون مثلا حاجه خلصت بسرعه كده ولقيت نفسك مش محتاج انك تكلمنا فيها يعني فادي نموذج قريب جدا من عده ايام يعني زائد ان في ما انا لسه بقول لك في محاولات انك تكلم على عيب او وبعدين الادارتين من حيث المبدا لقوا ان لا انا مش عايز اسيب حد والتاني مش عايز يسيب حد خلاص يعني ما هياش الجيم كله في الصفقه يعني انت ما خدتش الدوري عشان انت مين كسب التاني في الصفقات في 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 في, في موسم الشتاء يا راجل ده في واحد كاتب مقاله اين صفقات الاهلي في كويس ان انت اشرت اليها لان الحقيقه دي نوعيه من المقالات اللي انا حابب ان الجمهور ياخد باله لانه صناعه راي غير بريء رواسب العمليه الانتخابيه التي جرت في الاهلي من سنه كامله في نوفمبر من العام الماضي للاسف ما زالت مستمره هتستمر للاسف ما زالت حساباتها مستمره ما زالت تداعياتها مستمرة لأن أبطالها الإعلاميين ما زالوا يعملوا بمنتهى التركيز وال ألاقي مذيع من أحد مقدمي البرامج كان عنده موقف انتخابي مساند للمهندس محمود طاهر وهذا حقه لكنه لما تلاقيه دلوقتي في كل مرة مجرد ما تيجي حاجة عن النادي الأهلي بخبث شديد يا إما رفع سقف الطموحات إلى أعلى درجة عشان يوري الفشل علشان يستتبعها حكم بخيبه الامل والاحباط فيظهر الفشل رغم ان هو مسؤول لو قعد يتكلم على مين اللعيبه السوبر اللي هو بيتخيلهم او بيقدم استوديو التحليل عليهم مش هيلاقي هذا الحجم اللي هو بيتكلم عليه لكنه هو الهدف صدقوني بخبث شديد الهدف تصدير شعور سلبي ضد مجلس اداره النادي مهما عملت لا مش كفايه بالظبط مهما عملت لا مش كفايه انا رفعت لك المساله الى اقصى حد عشان مهما هتعمل هبينك عند الناس ان انت ما عملتش حاجه والناس تفضل تقول لك الله هو ده اللي انت قلت عليه وربما يتحط كمان من ضمن الكلام انه الاهلي هيجيب فلان والاهلي خلص فلان وده يبقى ما حصلش لكنه لما الناس تبات على لعيب الاهلي تطلع ما لقيتوش هتتضايق ده كلام موجود تابعوا اداء احد مقدمي البرامج الرياضيه من مسؤول اتحاد الكره هتكتشفوا ازاي المسائل ماشيه في الحقن تحت الجلد لجمهور الاهلي واعضاء الاهلي بس انا يعني ربما كان من المطمئن شويه انه كتير من الناس حتى في السوشيال ميديا خدت بالها كشف العمليه شويه كشف العمليه وشايفه انك باستمرار هدفك الضغط على مجلس اداره النادي الاهلي باستمرار هدفك اشعار جمهور النادي الاهلي انه الاهلي كمجلس ما بيعملش حاجه وليه فلان قعد وليه فلان جه اعتقد الاداء لمن يعتقد انه شغال تحت السطح عليه ان يعي ان الجمهور واعي جدا والناس ما عادتش زي الاول ايضا من مقالات الراي اللي محتاجه توقف عند هذا التوجه ما كتبه الزميل الاستاذ خالد عز الدين في الاهرام امبارح بعنوان اين الصفقات السوبر للاهلي وانا عايز حد يطلع يقول لي ايه الحجم بتاع السوبر وايه مزايا اللاعب السوبر وايه مقومات اللاعب السوبر ومين عندنا لعيبه سوبر بره المنتخب او غير مرتبطين بانديتهم لانه الكلمه هدفها زي ما قلت لكم تصدير شعور ما للجمهور لعيب مفيد لعيب مفيد لعيب مهم جدا لعيب مهم جدا في مركز انت محتاجه اوكي لكنه الموديل او المقاس السوبر اللي انت بتقصده مش مفهوم هقول لكم الاستاذ خالد عز الدين قال جماهير الاهلي الغفيره في حيره من امرها
وتتساءل أين الصفقات السوبر لفريق الكرة الأول والتي وعد بها مجلس إدارة النادي الحالي، خاصة أن تلك التصريحات الرنانة في تقديره خرجت على لسان محمود الخطيب رئيس النادي بأن هناك صفقات كبيرة سوف يتم حسمها خلال أيام قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث جاءت تلك التصريحات من جانب القلعة الحمراء بعد الخروج الحزين من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي. وبيزيد الأستاذ خالد عز الدين في مقالاته بالأهرام ويتحدث عن أنه الفريق فشل أو المجلس حتى الآن لم ينجز أي شيء، وبيعدد اللعيبة بعد رفض البعض الانتقال للأهلي، بيقول حتى مسألة تسويق اللاعبين لم ينجح المجلس الحالي في هذا الموضوع، تم تسويق مؤمن زكريا على سبيل المثال مقابل 400,000 دولار للأهلي السعودي، بينما انضم التونسي أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي التونسي مقابل 1,000,000 دولار بعدما أصبحت السياسة التفاوضية تمثل نغمة لجماهيره بعكس الإدارة السابقة. وهنا خلاص الرأي بيبان، الرأي بيبان، والهدف علشان أقول لكم اللعبة الانتخابية حساباتها مستمرة، واللي بيعتقد أن نوفمبر 2017 انتهت تداعياته، لا، الجملة الجاية كاشفة، لأنه بيقول الأستاذ خالد عز الدين بعكس الإدارة السابقة برئاسة المهندس محمود طاهر حيث أعطى فرصة ثمينة للاعب الفريق بالاحتراف بأوروبا، وكأنه ده كان تدعيم للفريق، وأنعش خزينة النادي الأهلي ب20,000,000 دولار حيث تمثل إدارة التعاقدات الحالية أزمة لدى الجماهير الغفيرة لبطل القرن. طيب متى يعني أصل ده كلام أنت رديت عليه وأنا يعني ما ينفعش أنا أرد عليه. طيب يعني هو راح متك بالظبط، أنت تقصد مين؟ عايز تشاور على مين؟ هي المسألة مسألة كلها أنا والله هي حسابات ملك وكتابة الصدق بالظبط، هي ولا تعاقدات ولا بتاع. عايز أقول حاجة بس، إحنا مش بصدد تقييم أداء مجلس إدارة حالي ومجلس إدارة سابق، لأن الكل خدم الأهلي والكل كان نتاج ثقة الجمعية العمومية المحترمة. وعلى فكرة لما كان المهندس محمود طاهر بيعمل حاجة في الانتقالات كنا بندافع، ده أنا دفعت عن قراره لما مشى إيفونا ورمضان صبحي. قلت رغم ان ايفونا يمكن تعويضه، رغم ان رمضان صعب تعويضه، لكن في احيانا لحظات من الصعب تقول لا فيها، لان عواقب لا يعني سلبيه اكتر من انك انت توافق على، المهم تجيب البديل، واخد بالك؟ فانت ولما تمشي ناس تقيله زي كده وتجيب البديل، البديل ينجح او ما ينجحش، البديل يقنع الناس دلوقتي او ما يقنعش، فبالتالي ما هو اللعيب اللي المجلس جابه، المجلس الحالي او المجلس اللي سابه اللي حالي او اللي سابق، مش جايب لعيب للاستخدام مره واحده. ممكن اسالك سؤال؟ الناس موجوده. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. احسن موسم كروي تم في المجلس السابق انين؟ اخر موسم. اخر موسم دوري وفاينل افريقي. ايوه. الموسم اللي بتهاجم عليه المجلس الحالي، ايوه، ايه نتائجه؟ فاينل افريقيا ودوري. ده أحسن أداء وده أسوأ أداء في وجهة نظر الناس، يعني رغم المردود واحد. المردود واحد، واخد بالك؟ ولا احنا قابلين ده ولا قابلين ده ولا موافقين ان احنا يروح مننا بطولة أفريقيا بالطريقة دي. صحيح خالص. لكن ما تخرجش الأمر عن نطاقه، ما يبقاش الموضوع مش كورة بقى، ده انت عايز توصل لحاجة تانية. التجزئة. عايز توصل لحاجة تانية ملاش دعوة بالكورة. ايوه. انت عايز توصل لحاجة تانية ملاش دعوة بالكورة. هنا كلامنا. لكن في الكورة لا ده شبعنا ولا ده شبعنا. خلاص؟ والدليل على كده ان في محاولات جادة الان تبذل بافضل المتاح. ما قوية دي. هو انت كل يوم هتعرف تجيب ام كلثوم؟ لا. هتعرف تجيب عبد الوهاب عبد الحليم؟ هتلاقي نفسك في مطرب صوته حلو قوي بس ما هوش عبد الوهاب. صحيح. النهارده انت مش كل نجم هتلاقي بركات وابو تريكه ومش عارف ايه. انت جبت افضل مهاجم في سنه السنه اللي فاتت، وجبت واحد من افضل مهاجمي القاره، مش احنا اللي جبناه، كان موجود. فاصبح عندك النهارده ملوش معنى الا ومعاك الفيرود بتاع منتخب مصر كويس، وعندك ابرز ناشئ
من فرق الناشئين في المركز ده، اديك مثل على قلب الحرب، تروح رايح جايب راس حربه الا اذا حد مشي منهم بالظبط. هنا بقى انك تحاول تجيب احسن منه او زيه، ده دوره تكسب فلوس وتكسب فني. ايوه كويس، وهكذا الامور. وبعدين انت محكوم بلسته نزلت لك 25 من 30 في بدايه الموسم. النهارده انت محكوم باربع جانب موجودين والاربعه كانوا كويسين. فانت يعني انت كل التعديل اللي حصل ان باكا وهو لاعب مميز جدا 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 اضطريت تستبدله بمدافع مميز خلاص. وربنا يوفق، محدش عارف يمكن يعني المدرب هيجي يقول عليه ايه، ما هو جزء. فالناس مش هي اللي هتحط القايمه او الاعلام، ومن الناس مش هي اللي هتنقل اللعيبه ولا الاعلام. احتياج الفريق الفعلي هو اللي يعني بيحكم المسؤول ان يقول لك ده يمشي وده يجي بمعايير هو حاططها مع الجهاز الفني. اي تكهن ما طلعش من النادي الاهلي بتصريح رسمي ما تصدقوش. وانا هنا لما بقول المساله بحساباتها مستمره، لانه اللي قاله الاستاذ خالد عز الدين في الاهرام، وانا لما بتعرض لده بتعرض لانه ده زميل عزيز في صحيفه قوميه كبيره بل هي الاعرق في الشرق الاوسط، فبالتالي ما يكتب في الاهرام له كل هذه القيمه جديره التناول والبحث والتنقيب والتنقيب، لانه والرد الموضوعي، لانه مش انا لما الاقي الامر هدفه تصدير راي ما ضد مجلس الاداره الحالي بالاشاره الى ما سبق ان انجزه مجلس اداره الاهلي السابق واللي له كل التقدير، لانه مجلس اداره النادي الاهلي ايضا برئاسه المهندس محمود طاهر المجلس السابق، ارجع بالخلفيه الى ما كتبه الزميل نفسه حتى تتضح المساله، لانه بسوابقها تعرف الاشياء. سوابقها انه الاستاذ خالد عز الدين في نوفمبر 22 نوفمبر 2017 ابان الانتخابات الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. في ظل عنفوان المعركة الانتخابية كتب الأستاذ خالد عز الدين: المجلس الحالي للأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر تسلم مهمة القلعة الحمراء في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية منذ عام 2014 وحتى العام الحالي، والمجلس الحالي تولى رئاسة النادي الأهلي قد تكون هي المرحلة الأصعب في تاريخ هذا النادي العريق منذ نشأته عام 1907 وتعرض لأزمات متلاحقة، ومع هذا وقف المجلس على قدميه وقدم العديد من البطولات المحلية. الأرقام هي أكبر دليل على نجاح المجلس الحالي، وعندما تصل إلى عمق معنى كلمة النجاح نجد أنها تعني الإصرار عند المهندس محمود طاهر. إذن المسألة ما احناش بنتكلم على رأي قناعة. دي هو حر، دي قناعة. أنا بقول لكم ليه، بقول لكم الموقف كان موجود وظاهر وثابت. ألاقي في 26 يوليو 2017 قبل الانتخابات بقى بأربع شهور أو خمسة بعنوان انتخابات الأهلي، وتحدث الأستاذ خالد عز الدين وقتها في الأهرام عن احتمالية ترشيح الكابتن محمود الخطيب نفسه في الانتخابات، لكن قال مؤكد أن طاهر نجح باقتدار في قيادة القلعة الحمراء خلال فترة الرئاسة الأولى بالرغم من المشاكل العديدة التي تعرض لها لإيقاف مسيرة المجلس، وفعل كل ذلك في صمت إيمانا منه بأن هذا هو قدر الأهلي بأن يفوز ويحقق البطولات، ويتحدث عن مساندة واضحة جدا. فالرجل يعمل في صمت ومعه جنود آخرون، ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر عماد وحيد عضو المجلس الحالي. هنا أنا قلت لكم ليه في البداية، الأستاذ خالد عز الدين عنده كان موقف وهو موقف انتخابي واضح لا نلومه عليه، لكنه بنفسر به ما يكتب الآن، ولازال نفس المداد الانتخابي هو ما تكتب به هذه الحروف. المسألة مستمرة، فعشان كده الناس لازم تبقى واخدة بالها انه الحسابات مستمرة، والمعركة الانتخابية توابعها وتبعاتها لازالت قائمة في كثير من البرامج، في كثير من شبكات التواصل الاجتماعي واللجان اللي شغالة تحت السطح بتصدير واسماء كتيرة جدا وهمية واسماء مصطنعة، وايضا خطف حتى بعض الحسابات. انا تعرضت لقرصنه الاسبوع اللي فات بنفس الحكايه، فجاه لقيت ناس كتيره وانا مروح انا وانت من الحلقه اللي فاتت كتير يكلموني: هو انت عملت حساب جديد؟ لا لا، ده احنا جاي لنا الطلب اضافه منك باسمك وصورتك على انه ده حساب جديد.
وافاجئ انه الناس بتستخدمه عشان تروج لحاجات ايضا مضاده للاهلي. هنا لازم الناس جمهور الاهلي كله على عمومه ياخد باله انه الهدف هو الاهلي، لا الهدف هو محمود الخطيب ومجلس الاداره، ولا الهدف لدى هؤلاء هو المهندس محمود طاهر ومجلس اداره، خاصه ان بالصدفه الشديده كل اصحاب هذا التوجه غير الاهلاوي، غير اهلاوي في المعسكر الاخر. شوف لما انتقلوا الى البرنامج الخاص بتاع قناه الحدث اللي بيبث فيها برنامج نادي الزمالك، القائمين عليها هم اللي كانوا بيديروا هذا الملف. وهو الاعمده دي كلها يعني خالد عز الدين مش معاهم، لكنه انا بقول لك هو كان عنده موقف انتخابي يستمر. لا مش معاهم في قناه الحدث، لا مش معاهم في قناه الحدث، لكن معاهم في الهوا بالظبط، لكنه هي نفس الاهواء ونفس الحسابات، واللعب كله على رقعه الانتقالات والتدعيمات والصفقات ومحاوله تصدير هذه المشاعر السلبيه يا باشمهندس. ربنا ينجينا. وزي ما قلت الاهلي ملوش الا جمهوره، صلابه جمهوره بقى انه ما يستدرجش في المعارك الصغيره اللي ليها نتائج سلبيه على الايمج والصوره الذهنيه للنادي ولفرقته خلينا كلنا في موقف وفي مركب واحد، ايد واحده، ندافع عن النادي الاهلي ضد هذه الهجمات الشرسه. وابسط حاجه ندافع بيها عن النادي الاهلي ما ننسخش ورا الكلام، يبتدي مثلا صفقه ما تفك الكيس شويه، ايه البخل ده؟ ما تفك الكيس، وبعدين حد يجيب صفقه بالمنظر ده؟ يعني الشيء ونقيده، شيء ونقيده، شيء ونقيده. انت دائما يعني في ناس لا تحتفي ولا تحتفل بنجاح ولا تكتفي، لا على طول شايفه الجانب السلبي، الجانب السلبي، الجانب السلبي. وبعضهم بيحب الاهلي فعلا، ايوه واخد بالك، لكن هو اتزرع له الكلام ده، او دي الصوره اللي بيشوفها اللي عماله تتصدر. انا بقول لدول اطلعوا بره المشهد شويه وبصوا عليه من بعيد هتفهموه، وابتدوا نبقى كلنا احنا درع النادي الاهلي، انتم ونحن والمسؤولون، درع النادي الاهلي وسيفه هذه اللحمه. طيب برضو من ضمن عشوائيات النظام الاحترافي اللي موجود عندنا ما يعرف بالإعارة. الإعارة فكرة سليمة جدا وفكرة تحل كل المشاكل. النادي اللي عنده لعيبة يملك عقودها من حقه يعيرها ما دام يملك العقد. لما يعيرها يا باشمهندس لأندية أخرى يستفيد النادي اللي استعار اللاعب، يستفيد اللاعب إنه خد فرصة إنه يلعب، يستفيد النادي مالك العقد لأنه استخدم هذا اللاعب في هذه الفترة فجهزه على الأقل علشان يحكم عليه الحكم السليم أو الدقيق. هنا ارتباط الإعارة باللعب النظيف، وهقول لك ليه علاقة الإعارة باللعب النظيف. ألاقي أندية بعينها، وده يحدث من نادي الزمالك، في إعارته العدد من اللعيبة يشترط عليها في العقد إنها ما تلعبش ضد نادي الزمالك. فأنت تلعب الاتحاد السكندري كأهلي وهو يملك 25 لاعب، الزمالك يلعب الاتحاد السكندري وهو عنده 23 او 22، لانه في 3 4 لعيبه معارين من الزمالك ما يلعبوش مع الاتحاد ضد الزمالك، لكن يلعبوا مع الاتحاد ضد بقيه الانديه الاخرى. بص الاتحاد بما انك ذكرت هذا المثل، غلب الاهلي وغلب الزمالك، ايوه، واتغلب من الزمالك 5، بس لما غلب الاهلي وغلب الزمالك غلبهم بالفريق الكامل، ايوه، بنفس الاسماء، ايوه، انما لما اتحرم منهم اتغلب 5-5. اذا ليهم قوه مؤكد بالنتيجه بتقول كده، ده اللي حصل على ارض الواقع، ايوه كويس. طيب انا بقى مسموح لي اتعاقد باي عدد واسجل 25، عندي 10 بره القائمه من حقي اعيرهم، بس مش ومن حقي ان انا منفردا دون شروط الاعارات الاخرى ان انا اقول دول ما لعبوش ضدي. انا افهم، ما فيش مشكله، اصحاب الراي اللي بيقولوا دول ما لعبوش ضدي بيقول لك انجلترا والفير بلاي، يبقى قانون دايما، يبقى لائحه بالظبط، يبقى كل الاعارات اللي طالعه من الانديه ما تلعبش ضد فرقها، ضد فرقها، وان كان
هذا ظلم، ظلم للي اشترى. هو جايبه اللعيبه يعني، هو لو هيجي ياخد 3 من الاهلي و3 من الزمالك عشان ما يلعبش لعيبه الاهلي قدام الاهلي وما يلعبش لعيبه الزمالك قدام الزمالك. طب هو واخدهم ليه؟ يعني عشان الفرق اللي بينه وبينهم تنافس؟ لا، هو دفع فلوس. الفير بلاي ده شخصيه، ده خلق، ده سلوك. اللي عايز يخون هيخون، سواء كان لعيبك السابق مش لعيبك السابق، اللي عايز يخون يخون. وبعدين بنشوف لعيبه بتخرج وتستميت وتعيط ضد انديتها وتعيط لما تكون سبب هزيمه النادي السابق بتاعه، لكنه يسعى الى ان يهزمه، لان هو ده السلوك، هو ده الرياضه. هي دي الرياضه، وهي دي قواعد الرياضه، وهي دي قيم الاهلي. اللي مش عاجبه الناس انه اللي يخرج من عندي سواء خرج معار او بيع نهائي، بس في النهايه من ولادي، يجب ان يسعدني دايما وابدا انه ابني يجيد وهو بيلعب ضدي. اي حاجه غير كده صدقوني ما تبقاش لا دي قيم الرياضه ولا مبادئ الاهلي. نفكركم باللي قاله حارس مرمى تربى في النادي الاهلي لسنوات طويله جدا، ولما راح المقصه تالق، احمد عادل عبد المنعم، مشاعره ايه وهو في المقصه ضد الاهلي. وده اللي الاهلي يحتاجه من احمد عادل عبد المنعم ومن كل واحد من ولاد النادي، ان انت لما تمثل ناديك اللي انتقلت له تمثله باخلاص شديد وبانتماء كامل للفانيلا اللي انت بتدافع عنها. بسرعه احكي لك. انا وانا مدير نادي كان عندنا لعيب من جذور يعني والدته مصريه ووالده فلسطيني، وطلع قرار لمده شهر واتلغى بعديها. مش عماد ايوب ولا سماره؟ عماد وسماره. ومشوا واتلغى القرار بعد كده. ما اتعمل قصصا للاهلي. طب رجعوا لنا اللعيبه دي؟ ما لا خلاص. المهم حد منهم، مش سماره الرعب، انا ما كنتش عايزك تقول الاسماء لكن زي بعض، كان بيلعب في نادي القناه وبعدين تألق، فعايزين نسترده. والمفاوضات ماشيه بينه وبينه، هو من حماسه عايز يرجع النادي الاهلي بدا يعمل مشاكل عشان يرجع. فكلمني المدير الفني كابتن عادلي، يعني فلان والنبي وده ما ينفعش. قلت له ادهوني، هو جنبك، قلت له اذا سمعت انك عملت مشكله واحده عشان ترجع الاهلي مش هترجع. لا مش ما قلتلوش مشكله واحده عشان ترجع الاهلي، قلت له لو سمعت من هنا لحد نهايه الموسم انك عملت مشكله واحده لناديك، لناديك انت لا تصرح النادي الاهلي، وهنصرف نظر عن هذا الموضوع. اذا ما انهتش الموسم بنفس القوه اللي احنا خليتنا بنفكر ان احنا نشتريك رغم انك ابننا، انسى مش هنرتاح. وانتظم ونفس المدير الفني يعني كان مبسوط، قال له هو ده الاهلي، هو ده الاهلي. ونشوف كمان الكابتن مدحت عبد الهادي نجم نادي الزمالك في الواقعه اللي اشار اليها هاني حتحوت، كان قال ايه فيها. اتفضل يا باشمهندس. لا يعني كل واحد ومفهومه، كل واحد حر، بس احنا مفهومنا كنادي اهلي، اذا كنت انت بتنتمي للنادي الاهلي وتربيته وتعلمت حاجه فيه، لو لعبته قدامه، اولا لازم تلعب قدامه. انا رايي ان لازم اللعيب يلعب قدام نادي السابق. نمره اتنين، اذا لعب لازم يخلص، لانه الحقيقه لو لم يخلص، طب انا لو انا قلت اللعيب تمرد على ناديك عشان اجيبك، هيعمل كده معايا؟ ما كله طلب معايا، هيكسر عيني بالظبط. يعني انا مش هيبقى لي عيني احطها في ان انا اقول له مش صح. صحيح، انت طلبت مني ان انا اعبس مع ناديه، انت جبته على كده. ودائما وابدا المبدا لا يتجزا. الشكر موصول لحضراتكم ولفريق عمل البرنامج، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى نادي للقيم والمبادئ وبطلا شامخا. وعلى خير، نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.